الباب التاسع والأخير، صدقات المساعدة المعونة لمن؟ الفصل السادس والعشرون، ثالوث المعونة. نشأ مصطلح ثالوث المعونة من المذابح الجماعية للحرب العالمية لأعوام 1914-1918، وكان يستخدم لوصف نظام تقديم المساعدة الطبية في مستشفيات الميدان في منطقتي السوم والآيبر، فقد كان الجرحى يقسمون إلى ثلاث مجموعات: من سيعيشون ليحاربوا مرة أخرى دون مساعدة طبية، ومن لن يشفوا حتى بالمساعدة الطبية، ومن ستكون المساعدة الطبية حاسمة بالنسبة لهم. والتشابه واضح تماما بين هذه الحالة وتلك التي يتعين علينا فيها تجديد البلد المتخلف الذي يستحق أن يمنح المعونة. إن هذا الكتاب بأكمله إنما هو رد على نظرية الثالوث الفظة هذه، لأن المجاز من مصطلح الثالوث يصبح غير ذي معنى إذا قورن بواقع إنتاج الغداء العالمي وتوزيعه للذين وصفناهما. أولا، إن مفهوم ثالوث المعونة مضلل، لأنه يتضمن أننا كنا نمنح المعونة بناء على مفهوم طيبة القلب لمعنى الحاجة، وأننا يجب الآن أن نكون واقعيين ونختار متلقيها طبقا لمن يحتمل أن ينجح منهم، لكن ما من أحد درس بجدية سياسات المعونة للولايات المتحدة يمكنه أن يتهم البلاد بأنها طيبة القلب. وكم عبر عن ذلك أحد أعضاء مجلس الأمن القومي، فإن منح المعونة الغذائية للبلدان لمجرد أن الناس جوعى هو سبب بالغ الضعف. لا، فالمعونة الخارجية شديدة الانتقاء بالفعل، وتذهب لخدمة المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة لمجموعات معينة في الغرب. ثانيا، يفترض الثالوث أن البلدان المتخلفة من الطرف المتلقي للمعونة فقط، بينما الحقيقة أن عديدا من البلدان المتخلفة مصدرة للغداء، خصوصا للأغذية عالية البروتين مثل اللحوم والأغذية البحرية والبقول. وهو يؤكد فكرة أن هذه البلدان هي العبء الأكبر، لأن بها بشر أكثر مما يجب. وفي الحقيقة كما بينا في الفصل الثاني، فإن البلدان الصناعية هي أكبر مستورد للغداء. فيما بين 1970 و1974 استوردت 4 من أعلى البلدان في إجمالي الناتج القومي في اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا من القمح أكثر 6 مرات مما استوردت الصين والهند، رغم أن بهذه البلدان الأربع ما لا يتجاوز ربع سكان الصين والهند. ثالثا، إن الثالوث يقوم على أساس مقولة الرعب القائلة بأننا ندخل عصر الندرة المطلقة، وبناء على هذه النظرية يجب توزيع الغداء بحرص لضمان بقاء أنفسنا، ولنكن صرحاء في ذلك. تشبيه آخر يقترحه جاريت هاردين أستاذ الأيكولوجيا البشرية في جامعة كاليفورنيا هو تشبيه قارب النجاة، فإذا سمحنا لأي شخص بركوب قارب نجاتنا فسوف نغرق جميعا، لكن العالم لم يبلغ هذه النقطة كما رأينا طوالا في هذا الكتاب. وقد ناقشنا ما سميناه بعدم كفاءة اللامساواة، أي أن الضغط الرئيسي على إنتاج الغداء هو التفاوتات الكبيرة في السيطرة على موارد إنتاج الغداء في العالم، إذ تتناقص باستمرار سيطرة الجياع على عملية الإنتاج، والنتيجة تبديد هائل، قلة استخدام الأرض، توسع المحاصيل الترفيه وغير الغذائية لإطعام الشبعانين فعلا، وإطعام أكثر من ثلث إجمالي قمح العالم، وما لا يقل عن ربع صيد العالم من الأسماك للماشية. وطالما ظل لدينا نظام يقوم بنشاط يخلق الندرة من قلب الوفرة، فإن القول بأننا نبلغ الحدود القصوى للطبيعة أسوأ من مجرد التضليل، فالإيحاء بذلك يسمح للنظام الحالي الذي يولد الندرة بالاستمرار دون أن يفهم على حقيقته. وفي نفس الوقت يجري خداع الناس بصورة مرعبة عن النقص والانفجار السكاني،
هكذا تعمل الاستعارات من قبيل الثالوث المعونة لصالح أفراد القلة الذين استولوا على السلطة والثروة لأنفسهم، وهي القوى التي تخرب باستمرار رفاهية الناس هنا وفي البلدان المتخلفة. الفصل 27: فخ الديون. حين تنشر البلدان الغربية التي تمنح المعونة أرقام التزامها السنوي بمساعدة العالم الفقير، فإنها تميل إلى المبالغة في كرمها، لكن أكثر من نصف معونتنا لا يمنح، بل يقرض بفائدة. وجميعنا نعلم أن القرض ليس هدية حتى لو كانت معدلات الفائدة منخفضة، ولم تمنع معدلات الفائدة المنخفضة على تلك المعونة صكوك الدين للدول المتخلفة من أن تصبح عبئا غير محتمل بصورة متزايدة. ففيما بين عامي 1967 و76 تضاعف إجمالي عبء الدين العام والخاص للبلدان المتخلفة غير المنتجة للبترول أكثر من 4 أضعاف، من 43.7 مليار دولار إلى حوالي 180 مليار دولار. وكل عام يتعين تخصيص نسبة متزايدة من المعونة الواردة لمجرد سداد الديون التي تم تلقيها في العام الأسبق. ففي عام 1973 تم إنفاق نحو 40% من كل القروض والمنح التي تلقتها البلدان المتخلفة من الحكومات الأجنبية على أقساط خدمة الدين للمعونة السابقة. لكن إذا وضعنا في الاعتبار كذلك أقساط خدمة الديون على القروض من مقرضين أفراد، يكون مجموع ما دفعته البلدان المتخلفة غير المنتجة للبترول ما يفوق 13 مليار دولار، وهو ما يقرب من إجمالي مساعدات التنمية القادمة من مصادر حكومية في البلدان الصناعية. وفي الحقيقة، وطبقا لما يذكره مسؤول وكالة التنمية الدولية الأمريكية أبلاردو فالديز، فإن المقرضين في البلدان الصناعية يتلقون الآن في بعض الأحيان من تسديد القروض أكثر مما يقرضونه. ويقول فالديز إن حكومة الولايات المتحدة تلقت عام 1977 من سداد الديون من أمريكا اللاتينية 150 مليون دولار أكثر مما قدمت في شكل قروض لوكالة التنمية الدولية ولبنك التصدير والاستيراد. علاوة على ذلك، فإن أقساط خدمة الديون تنمو أسرع من معدل زيادة المعونة، ففيما بين منتصف الستينات ونهاية العقد ازداد إجمالي تدفق المعونة الخارجية في الباكستان بنسبة 5%، لكن أقساط خدمة الديون ارتفعت بنسبة 91%. وبالنسبة لكثير من البلدان يشهد مستوى المعونة انخفاضا وليس ارتفاعا. كذلك تتزايد أقساط خدمة الديون بمعدل أسرع مرتين من مكاسب التصدير التي تجلب العملة الأجنبية اللازمة لسداد الديون. وفي بعض البلدان مثل بنغلاديش لابد أن يخرج نحو ربع مكاسب التصدير مرة أخرى لمجرد سداد الديون السابقة، وتتزايد النسبة بسرعة، بينما نسبة الربع أكثر بكثير مما يعده المصرفيون محتملا. بديهي أنه موقف لا تربح فيه البلدان المتخلفة، لكن تبذل المحاولات لجعل الكثيرين منا يظلون على اعتقادهم بأن كل ما يمكننا المساعدة به هو زيادة المعونة. ولكن المزيد من المعونة من هذا النوع لن يعقد فقط عبء الديون، بل إنه سيجبر هذه البلدان أيضا على الاندفاع الكامل المدمر نحو التصدير. فالطريقة الوحيدة للحصول على العملة الأجنبية لسداد الديون هي البيع في السوق الدولية. أما التنمية الداخلية، بناء التسهيلات الصحية والمدارس والعيادات مثلا، فلا تهم، لأنها لا تكسب عملة أجنبية. وهكذا تقود صكوك الدين معظم البلاد مباشرة إلى فخ التبادل التجاري الذي ناقشناه في الباب السادس. لا يجب أبدا نسيان هذه الحقائق في أي مناقشة لمساعدات التنمية، فالمساعدة
تكون عادة قروضا، والدين الذي تخلقه يمكن أن يكون في حد ذاته العقبة النهائية التي تعترض طريق الاعتماد على النفس. والديون تقدم جزءا متزايدا من موارد التنمية، وتضمن أن يتم تحديد اختيارات البلد الاقتصادية بالأسواق الأجنبية والبنوك الأجنبية ووكالات التنمية الأجنبية التي تعارض عادة احتياجات البلد الداخلية. الفصل 28: هجوم البنك الدولي على الفقر. البنك الدولي لا يمكن تناوله باستخفاف، فقد بزغ بسرعة كأكبر مؤسسة لتمويل التنمية، وبلغت التزامات الإقراض التي خطط لها لعام 1979 9.8 مليار دولار. وقد طلب الرئيس كارتر من دافعي الضرائب الأمريكيين أن يضاعفوا تقريبا مساهمتهم في البنك، وقيل لنا أي الأمريكيين أن ملياراتنا من الدولارات البالغة 2.2 مليار في السنة المالية 1979 ستساعد البنك على مواصلة هجومه على الفقر. وضع الغمامة: يمكن التبصر بخطة المعركة التي يريد البنك الدولي خوضها بالاطلاع على أي من وثائق التخطيط السرية للمشروعات الريفية ذات الأغلفة الرمادية. هنا يبدو أن طاقم البنك يتبع صيغة طقسية لا تتأثر فيما يبدو بعبارات البنك الرنانة طوال السنوات الخمس الماضية عن الاحتياجات الأساسية. يبدأ أولا عرض البيانات التكنيكية والإحصائية، ورغم التأكيد على المشاركة في نشرات تحديد السياسة التي تلقى المديح العلني من قبيل أن فقراء الريف لابد أن يشاركوا في تصميم وتشغيل برنامج يضم عددا كبيرا منهم، فإن الفقراء كما توحي وثائق المشروعات يمكن الوصول إليهم من أعلى إلى أسفل، ونادرا ما ينظر إلى الفقراء باعتبارهم المشاركين ناهيك عن كونهم الحافزين في تنميتهم ذاتها. وفي لغة شبه عسكرية يصبح اللفظ المعبر عن الفقراء هو السكان المستهدفون. أما اقتراحات المشروعات التي يفترض أن تكتبها الحكومة المحلية فتكتبها في معظم الحالات بصورة خفية، بعثات البنك التي تطير إلى هناك بنفقات ليست قليلة من واشنطن لأيام قليلة. والافتراض المسبق خلال كل تخطيط المشروع هو أن التنمية لا يمكن تحقيقها سوى بجلب موارد خارجية، والاستثمار الأجنبي يعد أساسيا، ومن ثم يجب عمل كل شيء لتطوير مناخ مناسب للبنوك والهيئات الأجنبية. أما كون تخطيط المشروع يتضمن استمرار الاعتماد على الاستيراد فلا يعتبر مشكلة. أما قسم تنفيذ المشروع في تقارير الأغلفة الرمادية فيعد سلسلة من الإسقاطات التي تتحدث عن عالم وردي، فتحديد الأهداف زائد النقود يساوي النجاح، والفقر موجود ببساطة دون إشارة إلى عمل القوى التي تخلقه وتبقيه. إن خطة المشروع هي تدريب في الاقتصاد المنفصل عن العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية، وفي الحالات النادرة التي تجري فيها الإقرار بالمصالح المتعارضة يتم تجاهل تأثيراتها على تطبيق المشروع، إذ يفرض أن الحكومة وغيرها من المنفذين يعملون سويا للقضاء على الفقر، ولا تقاس نتائج المشروعات سوى بالإحصاءات وليس بتأثيرها على حياة البشر الواقعيين. ليس من قبيل المفاجأة إذن أن يخبر أحد مسؤولي وزارة الخزانة محققي مجلس الشيوخ الأمريكي بأن 10% من كل مشروعات ليمكنوا أنفسهم من هذا المورد الرائع، وحين يطير المسؤولون إلى هنا من واشنطن في زيارة مدتها 3 أيام لداكا، فإنهم ينظرون إلى هذه الأوراق ولا يعلمون ما يجري هنا على الطبيعة، ولن يخبرهم أحد. ولما كانت كمية الأرض التي يملكها المالك الغني لا تتعدى نصف المساحة الدنيا التي يستطيع البئر ريها، فإن البئر يعاني من قلة الاستخدام بدرجة كبيرة. وفي الحقيقة
فإن قلة استخدام الآبار السائدة هذه هي أكثر ما يقلق تكنوقراطيي البنك. أما مسؤولو البنك الدولي الذين يجدون أنفسهم مضطرين للإقرار بفشل ذلك المشروع، فلا يناقشون فرضياته وهم يقولون أن المطلوب هو مديرون أكثر. لكن ما هي المأساة الحقيقية هنا؟ هل هي أن عشرات الملايين من الدولارات هي في الحقيقة قروض يجب أن تسدد بعمل شعب بنغلاديش قد بددت؟ هل هي أن موردا قد أصبح قليل الاستخدام بدرجة كبيرة؟ هل هي أن فقراء الزراع لم يتلقوا المساعدة؟ نعم، كل هذه الأشياء وأكثر. فلا ينبغي فهم تأثر البنك على أنه مجرد الفشل في مساعدة المجموعة المستهدفة، فمثل ذلك المشروع يضر في الواقع من يفترض أن يساعدهم من خلال إثراء أعدائهم. ففي القرى التي جرى دراستها يتردد أن المالك الكبير مثل أقرانه في القرى الأخرى يضع عينه بالفعل على قطع الأرض الأقرب إلى بئره، وبفضل هذا الدخل الجديد من بئر البنك الدولي سيكون في وضع أفضل لشراء أراضي الزراع الأصغر حين تأتي الأوقات السيئة، وبذلك يقودهم إلى صفوف المعدمين المتزايدة. لا جيران بل خصوم. وقد درسنا بأنفسنا مشروعا آخر قام به البنك للتنمية الريفية في بنغلاديش، وهو برنامج رائد رئيسي يسمى تاء راء ألف التنمية الريفية المرحلة الأولى. وكان الهدف المعلن لمشروع تاء راء ألف وقيمته 16 مليون دولار هو تقليل السيطرة على المؤسسات الزراعية من جانب الزراع الأكثر ازدهارا وذوي النفوذ السياسي، وجعل القروض الزراعية والمعدات الزراعية متاحة لصغار الزراع من خلال النظام التعاوني. هكذا وقبل كل شيء يفترض البنك مسبقا أن من الممكن وجود نظام تعاوني يشارك فيه الميسورون، لكن لا يسيطرون إلا أن الناس في كل قرية زرناها أخبرونا بأن التعاونيات المزعومة كانت للميسورين بشكل عام للعشرة في المئة الأعلى الذين يملكون 6 أفدنة فأكثر، الذين يتحكمون في السجلات ويحددون من يمكنه الانضمام والحصول على القروض. أما بالنسبة لبقية القرويين وخصوصا النصف الذي يملك أفراده فدانا أو أقل، فليست شروط السداد بالغة الصرامة فقط، بل إن رسوم العضوية ذاتها مرتفعة جدا. وبدون الأرض فإن توفير الضمانة مستحيل عمليا. وقد اشتكى أحد القرويين المعدمين قائلا: حتى إذا استطعت تقديم خطة لسداد القرض فإن التعاونية لن تعطيني قرضا. وفي رأينا أن تقييم الهيئة السويدية للتنمية الدولية لبرامج التعاونيات القروية الممولة بالمعونة يبدو صادقا. إن التعاونيات المدارة بشكل ديمقراطي لا يمكن أن تنجح أبدا إذا استمرت حيازات الأرض موزعة بطريقة غير متساوية كما هي الآن. أما محاولة إبقاء كبار ملاك الأرض خارج التعاونيات فليست سوى أمنيات. إن المشروعات التي يجري الحلم بها في فراغ اجتماعي لابد أن ينكشف زيفها في عالم الظلم والنزاع الواقعي. وكما أخبرنا أحد الخبراء الزراعيين بمنظمة الأغذية وزراعة فاو يملك خبرة 15 عاما في بنغلاديش، فإن ما يجب أن نتذكره عن القرى هو أن الناس ليسوا جيرانا بل خصوم. وبالمثل أخبرنا عالم أنثروبولوجي يدرس مجموعة مختلفة من قرى بنغلاديش أن الحقيقة الاجتماعية الأساسية هي الصراع من أجل الأرض، فالميسورون يصنعون كل ما يمكنهم ليوقعوا جيرانهم الأصغر في الدين لهم حتى يحجزوا على أرضهم، وصغار الزراع يصنعون كل ما يمكنهم للتشبث بالقليل من الأرض الذي يملكونه حتى لو جعلوا زوجاتهم وبناتهم يقمن بعمل الخادمات المهين. فالملاك الميسورون لا يريدون فقط ألا يزدهر صغار الزراع أو العمال المأجورون، بل إنهم يريدونهم أن يصبحوا أكثر تبعية
أكثر دينا لهم. هكذا فإن النخبة الريفية التي تغتصب البئر أو الآلة الجديدة أو توجيه الخدمات المحلية أو أي شيء يفترض أن تخصصه مشروعات البنك لصغار الزراع ستضمن أن لا يستفيد الفقراء، ويصدق هذا حتى لو كان يعني قلة استخدام الإدارة الجديدة بدرجة هائلة. وبتجاهل هذه الحرب الاقتصادية الدائمة، فإن مشروعات البنك الدولي لا تفشل فقط بالمعنى الاقتصادي الضيق، فالإنتاج في قرى تاء راء ألف في بنغلاديش على سبيل المثال ليس أعلى منه في الأماكن الأخرى، بل إنها كذلك تدعم من يقهرون المعدمين وصغار الزراع اليائسين فعلا. لا تهز القارب. تشرح ورقة ترسم سياسة التنمية الريفية للبنك صدرت عام 1975 كيف يجب على المشروعات أن تتعامل مع النظام الاجتماعي القائم، وتنص الورقة على أنه في عديد من البلدان يكون تجنب معارضة أقسام قوية وذات نفوذ في المجتمع الريفي أساسيا حتى لا يجري تخريب برنامج البنك من الداخل. ويخبرنا رئيس البنك روبرت ماكنامارا بأن برنامج البنك الزراعي لن يضع تركيزه الأولي على إعادة توزيع الدخل والثروة بقدر ما هو ضروري في عديد من البلدان الأعضاء، بل بالأحرى على زيادة إنتاجية الفقراء، وبذلك يساعد على اقتسام أكثر تكافؤا لفوائد النمو. لكن هل تفيد الفقراء زيادة إنتاجيتهم إذا استمر التجار ومقرضو النقود وغيرهم من المستغلين ينتزعون نصيب الأسد؟ ألن تؤدي برامج البنك لتحسين إنتاجية أراضي إقليم من خلال مشروع سد للري مثلا في مجتمع تعمل بنيته ضد الفقراء إلى زيادة احتمالات شراء أراضي صغار الملاك أو التحايل عليهم أو إخراجهم من الأرض بالقوة؟ ويتضح التزام البنك بتجنب معارضة الأقوياء حين نكتشف كذلك أن عديدا من برامجه الريفية لا تتظاهر حتى بمساعدة صغار الملاك. ففي الهجوم على الفقر في العالم ينص البنك على أنه يخصص النصف تقريبا من قروضه الريفية لصغار الزراع، ويبدو ذلك حسنا لكن مهلا، إذ يعني ذلك أن أكثر من نصف قروض البنك الريفية ستذهب إلى متوسطي الزراع وكبارهم الذين لا البنك تعاني من مشكلات معطلة، و50% منها تعاني من مشكلات رئيسية أو خطيرة خلال التنفيذ. من نصيب الفتية الكبار. هل من المستغرب إذا كانت خطط مشروعات البنك تختار عمدا أن تتجاهل الجذور الاجتماعية للفقر أن يبدو المرة بعد الأخرى أنها تحقق عكس الأهداف الموضوعة؟ لنأخذ قرض البنك لحكومة بنغلاديش لتمويل حفر 3000 بئر، ولكل بئر طاقة ري لمساحة 60 فدانا، مما يتيح محصولا إضافيا من الأرز خلال فصل الشتاء الجاف في شمالي بنغلاديش. وطبقا لبيان صحفي للبنك يخدم كل بئر ما بين 25 و50 زارعا منضمين إلى جماعة ري تعاونية، لكن الباحثين المستقلين بينس هارثمان وجيمس بويس اللذين عاشا 9 أشهر في إحدى القرى التي يشملها المشروع وجدا ما لم يعد سرا على أحد في القرية أن البئر في الواقع قد تحول ليصبح ملكا لشخص واحد هو أغنى ملاك الأرض في القرية. ولم تكن جماعة الري التعاونية التي جرى التفاخر بها لتعدو أن تكون بضعة توقيعات جمعها المالك على قصاصة ورق. وقد دفع البنك الدولي الحكومة في بنغلاديش في الحقيقة 12,000 دولار لكل بئر، بينما دفع هذا المالك أقل من 300 دولار مقابل بئره معظمها رشاوى للمسؤولين المحليين. وسوف يسمح المالك لصغار الزراع الذين يفلحون قطع أرض مجاورة باستخدام 100، لكن بالسعر الذي يحدده، وهو سعر بساعة يبلغ ارتفاعه حدا جعل القليلين وحدهم هم المهتمين به. هل كانت تجربة هارتمان وبويس تجربة غير عادية؟
كلا، على الإطلاق، فقد أعربا عن دهشتهما لخبير أجنبي يعمل في مشروع البنك، فقال لهما: إنني لم أعد أسأل من الذي يحصل على البئر، فأنا أعرف الإجابة ولا أريد أن أسمعها. إن 100% من هذه الآبار تذهب إلى الفتية الكبار، والأولوية الأولى لذوي السلطة والنفوذ الأكبر، القضاة ورجال النيابة وأعضاء البرلمان ورؤساء الاتحادات. وإذا تبقت أي آبار فإن السلطات المحلية تبيعها بالمزاد، ويتنافس عليها كبار ملاك الأرض، ومن يدفع أكبر رشوة ينال البئر. لكن هل كان يجب على البنك أن يعرف ذلك مسبقا؟ هل كل ما نريد أن نثبته هو أن النظر إلى الوراء أوضح دائما من النظر إلى الأمام؟ كلا على الإطلاق، فقد قامت دراسة أجرتها الهيئة السويدية للتنمية الدولية التي شاركت البنك في تمويل مشروع الآبار بفحص 270 بئرا، واستنتجت أنه ليس من المستغرب أن الآبار حفرت في أراضي الزراع الميسورين، أو أن نفس الزراع الميسورين هم رؤساء ومديرو جماعات الري، بل إن الاستغراب كان يمكن أن يكون أشد لو أن الآبار لم تحفر في أراضيهم، مع وجود هيكل السلطة الريفي الحالي القائم أساسا بسبب التوزيع غير المتكافئ للأرض. ورغم ذلك فإن البنك سيخبر العالم بأن مشروع الآبار كان ناجحا. وقد أضاف خبير البنك الدولي الذي أخبر هارتمان وبويس بأن الآبار لن تذهب سوى للفتية الكبار قائلا: على الورق يبدو كل شيء طيبا، ها هم الفلاحون ينتظمون يشكلون على الأكثر سوى 20% من كل ملاك الأرض في البلدان المتخلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفحص الأكثر دقة لتقييم المشروعات قد علمنا أن نكون على حذر حتى بشأن ذلك النصف تقريبا الذي يفترض أن يذهب إلى صغار الزراع، فوصول قرض البنك الدولي أو عدم وصوله إلى فقراء الريف يعتمد جزئيا على كيفية تحديد البنك للصغار. ففي غواتيمالا على سبيل المثال يمكن أن يخصص برنامج قروض مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي نصف القروض 3% الأعلى من ملاك الأرض، أولئك الذين يملكون 112 فدانا أو أكثر، والنصف الآخر يذهب إلى ما يسميه البنك صغار الزراع، أولئك الذين يملكون أقل من 112 فدانا. والواقع أنه بالنسبة لشخص أمريكي يبدو أن 112 فدانا مساحة صغيرة، لكن هذه النقطة الفاصلة لا تكاد تفصل فقراء الريف في غواتيمالا، حيث يملك 97% من كل الزراع أقل من 112 فدانا. وبمثل هذا الخط الموجه يمكن لمشروع البنك أن يتجاوز تماما الأغلبية الفقيرة الحقيقية في غواتيمالا، أي الزراع الذين يملكون أقل حتى من فدان واحد، وبالطبع العديدين الذين لا يملكون أرضا على الإطلاق. كذلك يقدم حجم القروض الفرعية إشارة أخرى إلى من تستهدفهم تلك المشروعات، ففي فئة المزرعة الصغيرة سيكون الحد الأقصى هو 10,000 دولار، لكن أي نوع من الضمانات يمكن للزراع الصغير حقا أو للمعدم أن يقدمه ليكون مؤهلا لقرض بالحجم الذي يوحي به الرقم؟ وحتى حين يكون الهدف المعلن هو إفادة صغار الملاك حقا، فإن البنك يقر بأن القروض تذهب من خلال البنوك القومية للزراعة والتنمية وتدور لتنتهي إلى أيدي كبار الملاك. ففي الفلبين على سبيل المثال قدم البنك الدولي قرضين للبنوك الريفية التي كانت مملوكة جزئيا للحكومة. ورغم أن الهدف المعلن كان مساعدة صغار الزراع، فإن صغار الزراع الذين يملكون أقل من 7 أفدنة والذين يشكلون 73% من كل الزراع في الإقليم تلقوا فعلا أقل من 1% من القرض المقدم. المعدمون. إذا كان البنك جادا في مهاجمته للفقر في الريف، فلماذا يقدم لملايين المعدمين في بلدان تحتكر الأرض فيها قلة؟
حتى في تقديرات البنك المتحفظة ذاتها يشكل المعظمون ما بين 40 إلى 60% من السكان في عديد من بلدان العالم الثالث. هنا يعود البنك بلا حياء إلى إحياء سياسة القطرات المتساقطة السيئة الصيت، إذ يقال لنا مثلا أن ملايين الدولارات من أجل سد للري سوف تخلق المزيد من العمل الزراعي هبة للمعدمين، لكن وكما يتساءل هارتمان وبويس، هل منح المعونة للأغنياء ليتمكنوا من استئجار المزيد من الفقراء بأجور الكفاف هي حقا أفضل طريقة لمساعدة الفقراء؟ لقد وضع البنك بالفعل برنامجا في بنغلاديش لإفادة القرويين المعدمين مباشرة، وكانت تلك حالة استثنائية نادرة تماما. فضمن مشروع تأرى ألف في بنغلاديش يوجد بند بتعاونية للمعدمين في قرية واحدة، لكن حتى في تلك القرية الوحيدة يستبعد البرنامج ثلثي المعدمين ولا يفعل شيئا لمواجهة الأبنية التي تولد فقرهم. وقد وفر هذا البرنامج قرضا هزيلا قيمته 4000 دولار وبركة لتربية الأسماك بالإضافة إلى 3 أفدنة من الأرض الحكومية. وفي القرية الكثير من الأراضي الحكومية، لكن الميسورين قد اغتصبوها. ولما كان دخل العمال ما زال يضطرهم للعمل كذلك لدى ملاك القرية للبقاء، فإن هذا المشروع العاطفي يعتبر علاوة أجر بالنسبة للملاك الأغنياء. وعند زيارتنا لهذا المشروع اليتيم للمعدمين لم نستطيع تجنب الإحساس بأنه يستخدم عن وعي أو عن غير وعي للدعاية، فعند التوقيع في سجل زوار التعاونية لاحظنا أنه قد سبقنا زوار من عديد من البلدان الأوروبية ومن كندا، فهل كان الفقراء الذين صادفناهم هناك يتلقون أجرا ضئيلا مقابل خدمتهم غير الذكية لصورة البنك؟ وينحرف البنك عن طريقه حتى لا يهز القارب، حتى في حالات الفساد الواضح لمجموعات النخبة. ففي بنغلاديش قفز السعر المحدد للطلبات لمشروع آبار البنك من 9 إلى 12 مليون دولار لمجرد تلبية الطلب بأرباح أعلى لصانع الطلمبات، وهو أغنى مواطن في بنغلاديش. وطبقا لما تذكره صحيفة فار إيسترن إيكونوميك ريفيو، رفض مقر البنك الرئيسي في واشنطن محاولة من جانب بعثة البنك المقيمة لإلغاء العقد. يبدو أن مسؤولي البنك الدولي قد أخبروا بأن أعلى السلطات الحكومية في داكا مرتبطة بإبرام العقد، وأن إلغاء كل الخطة الآن قد يخلق مشكلات سياسية محرجة في منطقة يأمل البنك أن ينال فيها نفوذا متزايدا في سنوات قادمة. البنك بنك، بينما قد يدفئ إطعام الجياع قلب رئيس البنك روبرت ماكنامارا، فليس في دفاتره عمود تحت عنوان بطون مليئة. فالجياع الذين يزرعون الغداء حتى يأكلوا أفضل لا ينتجون الكثير من النقود والعملة الأجنبية إلا عندما يزرعون ما يكفي للبيع، أي فائضا تسويقيا، إذ لا يمكنهم تسديد الديون بفائدة، وهذا ما يقلق البنك. فالبنك الدولي مثل أي بنك آخر يسعى لتقليل المخاطرة، والبنك نفسه يلاحظ أن تقديم القروض فقط لأولئك الذين لديهم فرص استثمار كافية لإنتاج فائض تسويقي معقول ربما كان أفضل طريقة لتخفيض مستوى التخلف عن السداد. ومن لديهم فرص استثمار هو تعبير مهذب عن الزراع الأكبر. وهكذا فإن من الصعب بمكان أن تحاول أن تكون بنكا ومخلصا للعالم في نفس الوقت. وعلاوة على المراهنة على الزارع الكبير، يقدم البنك كذلك قروضا للمحاصيل غير الغذائية، وبذلك يضمن فائضا تسويقيا. وفي الحقيقة ففي حالة محاصيل مثل المطاط والقطن سيذهب كل الإنتاج إلى السوق، فليس من المحتمل أن يأكلها المنتج. وأكثر من ذلك كما يلاحظ البنك
فقد قلت حالات التخلف عن سداد الديون حين كان السداد ينسق مع تسويق المحاصيل التي تجهز مركزيا مثل التبغ والقطن والكاكاو والشاي والبن. وفي عام 1978 وردا على مقال صحفي لمعهدنا، نفى البنك أنه قدم أي قروض لمحاصيل التصدير غير الغذائية منذ عام 1973، وهو العام الذي يحدده البنك كبداية لتركيزه على الفقراء. ويمكنك تصور مدى عدم تصديقنا، ففي عام 1978 وحده يدرج التقرير السنوي للبنك 258.5 مليون دولار قروضا لمحاصيل مثل الشاي والتبغ والجوت والمطاط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القروض الموجهة إلى محاصيل غذائية مثل الخضروات والسكر وبندق الكاتشيو والمخصصة صراحة لترويج الصادرات بلغت 221 مليون دولار. والماشية هي محصول آخر يمكن اعتباره طعاما مغذيا، وهو بالتأكيد أحد القطاعات التي تلقى التحبيذ الشديد من قروض البنك، إلا أن ما تسانده قروض البنك هو أولا المزارع التجارية التي تخدم الإقبال المتزايد على اللحوم من جانب النخبة المحلية والمستهلكين الأجانب. وفي عام 1975 أعلن البنك أن قروض الماشية تشكل حوالي ثلث كل مشروعات القروض الزراعية وأكثر من 70% من قيمتها لأمريكا اللاتينية. ومنذ ذلك الحين قلت التزامات البنك تجاه مشروعات تربية الماشية، رغم أن أكبر قرض منفرد للتنمية الزراعية والريفية عام 1978 ذهب إلى مشروع لإنتاج الماشية في المكسيك قيمته 200 مليون دولار. وهناك مشروع ضخم لتربية الماشية يموله البنك في كينيا حاليا، ويقسم فيه القروض على النحو التالي: 54% لبضع زراع تجاريين، و33% لبضع مزارع للشركات، و33% لبضع مزارع للشركات، و9% ل 42 مزرعة فردية، و 4% قروضا ل 25 مزرعة جمعية تعول 1500 زارع. وتلاحظ الخبيرة الاقتصادية للبنك أوما ليلى حتى إمكانية فرص العمل منخفضة، وتقدم تبريرا كلاسيكيا لتقديم البنك كل هذه النقود لتلك القلة: إن عائدات الضرائب الناتجة من هذه المزارع من المتوقع أن تساعد الحكومة على تقديم الخدمات الريفية إلى المناطق المحتاجة الأخرى. وهذا مثال آخر يبين كيف أن نظرية القطرات المتساقطة ما زالت تلقى التصديق في البنك. وقد أصبح قصب السكر أحد الأشياء الأثيرة لدى البنك، فعند زيارتنا لإندونيسيا علمنا أن البنك يجمع قرضا بلغ حتى ذلك الحين نحو 50 مليون دولار لإعادة بناء معامل تكرير السكر التي بناها المستوطنون الهولنديون. ولسوء الحظ لا يريد الزراع المحليون زراعة القصب، وذلك لأسباب منها قولهم أنهم باستطاعتهم كسب الضعف بزراعة الأرز. وطبقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن مسؤولي معمل التكرير يجبرون الزراع التعساء على زراعة القصب تحت تهديد البنادق. وبالمثل قرر البنك أن ما يحتاجه المستوطنون الجدد في واي أبونج بسوماترا إندونيسيا هو أشجار المطاط، لكن الزراع قاوموا، فما هي أسبابهم؟ سأكسب المزيد من النقود بزراعة الأرز، لم أعمل في المطاط مطلقا ولا أفهمه، أريد أن أزرع الغداء، لا شيئا لا أستطيع أن آكله، إن سعر المطاط يتذبذب بشدة، لا يوجد مصنع قريب، وهكذا ستكون تكاليف النقل عالية جدا. إذا قضيت الوقت كل يوم في بذل المطاط فلن يكون لدي وقت للمحاصيل الأخرى، انتهت تبريراتهم. وكمحصول إضافي بجانب الأرز يفضل الزراع والمسؤولون جوز الهند على المطاط، فجوز الهند مطلوب للطهو، والقشرة تصبح وقودا،
والسعف يستخدم في الأسقف وعمل الحوائط، ولحم جوز الهند ولبنه غداء. وإذا نقصت النقود فالسوق محلية ولا تتطلب نقلا مكلفا. لكن المطاط هو الذي فاز، وقيل لنا أن أحد الأسباب كان ببساطة أن خبير البنك الدولي في الموقع كان أخصائيا في المطاط وليس في جوز الهند، والآن يرفض الزراع التخلي عن أراضيهم لمشروع المطاط، وفي الحساب الأخير لم يزرع سوى 11% من منطقة المطاط. وكما لاحظ أحد التقارير السرية للبنك عن المشروع، فإن مثل هذه المشكلات تنشأ حين تتجاهل استراتيجية التنمية الاقتصاد الأساسية للمستوطنين أنفسهم. وعلاوة على التركيز على كبار ملاك الأراضي وأصحاب المزارع الكبيرة وعلى المحاصيل غير الغذائية، فطريقة أخرى لضمان ألا يؤكل الفائض التسويقي هي إرسال مشرفين ليتأكدوا من عدم حدوث ذلك. ومرة أخرى نورد كلمات البنك ذاتها: الغرض من الإشراف هو مساعدة الزراع، لكن كذلك منع سوء استخدام أموال القرض في تمويل الاستهلاك وضمان السداد، لكن الإشراف لا يمكن أن يمنع تماما زيادات الاستهلاك إثر تلقي القروض حتى حين يقدم القرض عليه، حتى يقدم القرض عينا. خط التشديد لنا. وهكذا حتى البنك الدولي لا يمكنه دائما منع الناس من أكل ما يزرعونه. إننا لا نقول أن الصادرات الزراعية سيئة بالضرورة، لكنها تتجه إلى تدعيم الآليات التي تسبب الجوع. ولقياس تأثير زراعة التصدير على المرء أن يسأل: من يسيطر على العائد من مكاسب التصدير تلك؟ وهل تمثل قرارات التركيز على الصادرات اختيارا للسكان الريفيين أنفسهم الذين حققوا بالفعل الأمن الغذائي الأساسي والذين يمكنهم التعامل مع تقلبات سوق التصدير؟ وكيف يؤدي صبغ الزراع الصغار الذين يطعمون أنفسهم بصبغة المنتجين التجاريين إلى أخذ مصالح العديدين المحرومين من الأرض في الاعتبار، مع عمل حساب العجز الراهن للفقراء الذين يقول البنك الدولي أنه يستهدفهم؟ أيكون من الواقعي الاعتقاد أن باستطاعتهم حقا المشاركة في تلك الاختيارات؟ لا يمكن أن يحدث ذلك دون تعبئة وتنظيم مسبقين من جانب السكان الريفيين، وهو تطور تقف ضده مباشرة المشروعات من طراز مشروعات البنك الدولي كما رأينا في الأمثلة السابقة. الزراعة مجرد ربع الفطيرة. في كل مناقشتنا للتنمية الزراعية نخشى أن نتركك بانطباع زائف، فنظرا إلى أن خطباء البنك الدولي يسهبون في الحديث عن مساعدة الجياع، قد ينسى المرء أن 3/4 قروضه تذهب ليس إلى الزراعة بل إلى التنمية التجارية، القوى الكهربائية والسكك الحديدية والطرق والفنادق والموانئ والاتصالات عن بعد والتعدين ومنشآت التصنيع. وهذه الاستثمارات ومعظمها يدعم توجه الاقتصاد إلى التصدير، هي بالضبط ما تحتاجه مجموعات النخبة المحلية والشركات الأجنبية لجعل استثماراتها مربحا. ومما يسعدهم بالطبع أن يوقع البنك الدولي قائمة الحساب. كذلك تساعد قروض البنك تلك الشركات في البلدان الصناعية عن طريق تحويل صادرات سلعها الرأسمالية إلى العالم الثالث، فحتى حين تزعم هذه المشروعات الضخمة أنها جزء من التنمية الريفية، فإن من يسيطرون بالفعل على الأصول الإنتاجية هم الذين يربحون منها. كل هذا لا يعني القول أن البنك يجب أن يقدم قروضا أكبر للزراعة، بل يهدف إلى إبراز جانب آخر من تناقض واقع ممارسة البنك مع عباراته الطنانة عن الاحتياجات الأساسية. والأمر الذي اضطرنا إلى استنتاجه هو أنه حيث أن استراتيجية البنك للتنمية تعوق الإنتاج، فإن تشجيع البنك على أن يكون في مستوى خطابته هو أمر خطير.
فالمطلوب هو الإقلال من تدخل البنك الدولي لا زيادته. إغداق النقود. نسمع باستمرار خلال أبحاثنا أن البنك مغدق نقود، فماذا يعني ذلك؟ أولاً، ضمن قروض البنك المستهدفة تحدد حصص لكل بلد، ويحكم على مسؤولي المشروعات حسب صلاحية المشروعات التي يجدونها لإنفاق تلك الحصص. والشكوى التي يرددها هؤلاء المسؤولون عادة هي عدم وجود ما يكفي من المشروعات الجيدة، وبالطبع فإن التركيز على إيجاد منافذ لإنفاق مبالغ طائلة من النقود لا يؤدي بالدقة إلى إمعان مسؤولي البنك في العواقب الاجتماعية لمشروعاتهم. وقد أخبرنا أحد مستشاري البنك الذي عمل في كل إدارة من إداراته، يقول: أي شخص يتوقف ليطرح أسئلة يعتبر معوقا، أي لا يتمتع بروح الفريق. وهناك تقارير متكررة عن اندفاع البنك بسرعة تصل إلى حد إغفال جوانب تكنيكية وتجهيزية حاسمة إلى أن يصبح الوقت متأخرا لإصلاحها. هذا الإفراط في وباء الأرصدة كما يسميه العاملون في المجال يبدأ في تنفيذ مشروعات ضخمة غير ناضجة، حيث يمكن أن تكون المشروعات الأقل حجما والأبطأ تولدا أقل ضررا على الأقل. وعلاوة على ذلك فإنه يعمل على استمرار الفساد البالغ في الحكومة. وتقرر صحيفة وول ستريت جورنال أنه في إندونيسيا يقدر بصورة موثوقة أن من 10 إلى 15% من إجمالي تكاليف المشروعات التي يمولها البنك والتي تبلغ الآن ما يفوق 500 مليون دولار سنويا يتبدد من خلال التسرب. يمكن للبنك كذلك بوصفه أكبر مقرض منفرد في معظم البلدان أن ينسف جهود الوكالات الرسمية والتطوعية الأصغر التي تحاول تطويق الفساد والهياكل الاستغلالية بوضع شروط محكمة على المعونات. فلماذا تهتم الحكومة بتلك الوكالات إذا كان البنك مستعدا لإقراض مبالغ ضخمة دون ربطها بضوابط فعالة؟ ففي بنغلاديش علمنا أن إحدى وكالات المعونة ظلت تجتهد طوال 4 سنوات لجمع 4.5 مليون دولار لتمويل معهد الأبحاث الزراعية، وفي آخر دقيقة جاء البنك الدولي وأغرق المشروع ب10 ملايين دولار إضافية لتدعيم المعهد. وأصيب مسؤولو وكالة المعونة بالرعب، فقد خشوا أن يكون هذا النوع من النقود المفاجئة سيئا بالنسبة للمعهد. وكانت وجهة نظرهم هي أنهم لو كانوا يحتاجون إلى المزيد من النقود لدبروها بأنفسهم. وهكذا فإن البنك كما أخبرنا الكثيرون يميل إلى أن يكون مانحا متهورا. وفي تنزانيا ذهب الجزء الأكبر من أموال البنك الدولي لمشروع إنشاء حدائق في المدن إلى مقاول خارجي لبناء وحدة تخزين. وقد أخبرنا باحث اجتماعي قريب الصلة بالمشروع أنه تكلف لكل قدم مربع 4 أضعاف ما تكلفه بناء مماثل أقامه المشاركون أنفسهم في مشروع مشابه قريب. كذلك أخبرنا الباحث الاجتماعي بأن البنك قد خصص للمشروع في ذلك العام ضعف كمية النقود اللازمة، وأكد أن الإفراط يؤدي إلى التبديد وعدم الفاعلية. إن البنك يغدق النقود، نعم، لكنه لا يمنحها. فالقروض لابد أن تسدد وبالعملة الأجنبية التي يجري كسبها، كما رأينا من خلال جهد السكان الريفيين الذين ينتجون للتصدير. وفي أحسن الأحوال يقوم البنك من خلال وكالة التنمية إيدا التابعة له بتخفيض معدل الفائدة، إذ يتقاضى مجرد 0.75% من الفائدة السنوية ويسمح بالسداد خلال 40 إلى 50 سنة، إلا أن أغلب هذه القروض لا يستخدم سوى في توفير السيولة النقدية التي تسمح بدفع أقساط البنك العادية السابقة. كذلك يجب ألا نغفل أن مشروعات البنك تتطلب دائما
أن تسهم الحكومة المحلية بمبالغ مقابلة تبلغ من 20 إلى 60% من تكاليف المشروعات. هكذا يجري تقييد الموارد المالية النادرة والموارد البشرية أيضا في مشروعات البنك. إن تسديد الديون المتزايد يضع البلد تحت ضغط أكبر لتوجيه كل مجالات الاقتصاد نحو التصدير، ويدفع فخ الديون البلاد بعيدا عن بناء أساس للاعتماد على النفس، وهو الأساس الوحيد لنظام اقتصادي عالمي جديد. تمويل الصادرات. خصص البنك الدولي عند نهاية الحرب العالمية الثانية لتنشيط وتمويل صادرات السلع الرأسمالية من بلدان مثل الولايات المتحدة، وفي منتصف عام 1978 قدرت وزارة الخارجية الولايات المتحدة أنه مقابل كل دولار دفعته واشنطن للبنك تم إنفاق دولارين في اقتصاد الولايات المتحدة، مما قد يقود البعض إلى التساؤل من يعين من؟ وهذا يقود حتما إلى تعريف للتنمية أنها أشياء تكلف مبالغ ضخمة من النقود، ولا بد أن تستورد مبان وفنيين أجانب بأجور مرتفعة، والسيارات التي يحتاجونها، وسدود وطرق ومعامل ومعدات سمعية بصرية وما إلى ذلك. وهكذا فليس من غير المعتاد أن يذهب ما لا يقل عن 50% من مشروع تغذية للبنك في إندونيسيا إلى الطوب والإسمنت والمعدات الترفيه من أجل المباني الترفيه، كما أخبرنا أحد الفنيين الأمريكيين العاملين في الأمم المتحدة بإندونيسيا. وحتى تحت يافطة الزراعة والتنمية الريفية تذهب قروض البنك الدولي في أغلبيتها الساحقة إلى بناء البنية التحتية من الطرق إلى السدود التي تثري المقاولين المحليين والأجانب ومستشاريهم، ولا تمس هذه المشروعات القابضة الاقتصادية الخانقة للنخبة التي تمنع التقدم الزراعي الحقيقي وتسبب الفقر الريفي، بل إنها في الواقع تدعم هذه النخبة. وبالنظر إلى بعض وثائق التخطيط السرية للبنك وجدنا أسعارا متضخمة بصورة مفزعة للسلع التي يجب أن تستورد من أجل المشروعات. ففي مشروع للخدمات الزراعية المحلية في تايلاند عام 1977 تشكل المعدات السمعية البصرية المعقدة وغيرها من المعدات الإلكترونية المستوردة في أغلبها ما يفوق $1,000,000 من إجمالي الميزانية، وبالطبع يبدو ذلك أشبه ببرنامج في هارفارد للخريجين في وسائل الإعلام منه بمشروع للتنمية الريفية في آسيا. وها هي بعض صفقات البنك التي يجب الحصول عليها للمشروع عن طريق المناقصات الدولية: 420 حاسبة يد بسعر $50 للواحدة، و30 حاسبة مكتب بسعر $160 للواحدة، و30 آلة عرض سينمائية مقاس 16 ملم بسعر $1,200 للواحدة، و12 جهاز تلفزيون ملون مقاس 21 بوصة بسعر $1,050 للواحدة، وهكذا وهكذا. البنك الدولي والشركات الزراعية. في بعض الأحيان تفيد مشروعات البنك الدولي الشركات الخاصة بطريقة أقرب إلى الطابع المباشر بكثير من مجرد خلق الطلب على المبيدات الحشرية والأسمدة والجرارات وآلات تمهيد الطرق وحاسبات المكتب وما إلى ذلك، إذ أن جزءا من البنك الدولي منذ عام 1964 هو هيئة التمويل الدولية IFC، قد أنشئ ليقوم بدور العامل المساعد الذي يجمع بين رأس المال الخاص الأجنبي والمحلي وبين فرص الاستثمار، ويسهل الاستثمار بأرصدته الخاصة. وتقدم هيئة التمويل الدولية القروض للفنادق وغيرها من المشروعات المدرة للربح بالإضافة إلى الشركات الزراعية. هل تتذكر عمليات تصدير الخضروات التي قامت بها باد سينيغال من الساحل الإفريقي؟
لقد ساعدت هيئة التمويل الدولية باد على البدء بالمشروع، وفي الحقيقة قدمت هيئة التمويل الدولية 3 قروض إلى باد سينيغال، وقدمت قروضا أخرى إلى مجهزي الغذاء والمزارع الكبرى لمحاصيل التصدير في أمريكا اللاتينية وأفريقيا في أغلب الأحيان. علاوة على ذلك، فإن وكالة التنمية الدولية إيدا، وهي جناح القروض الميسرة في البنك الدولي التي يفترض أن تكون مخصصة للحكومات المعسرة، يبدو أنها وجدت بعض الشركات المعسرة. وعلى سبيل المثال، فإن قرضا قدم عام 1978 لتحسين مزارع زيت النخيل التجارية في الزائر سوف يفيد طبقا للبنك 3 شركات، فرعا للشركة العملاقة يونيليفر المعروفة في الولايات المتحدة باسم ليفر بوروز، وفرعين للشركة البلجيكية المساهمة كومباني جنرال 35. وسوف تستفيد هذه الشركات بالتأكيد على نقيض مستخدميهم الزائريين، إذ أن عمال المزارع نظريا يخلق المشروع 3500 فرصة عمل، سيربحون نحو $200 في السنة، وهذا يعني $4 في الأسبوع، وهو رقم منخفض حتى بالنسبة لعمل المزارع في العالم الثالث. ورغم ذلك، فإن صافي الدخل السنوي للشركات المشتركة من المتوقع أن يصبح $3 ملايين عند استحقاق الدين عام 1987. وعند مناقشة المخاوف من أن تنخفض ربحية المشروع إذا عجز عن ضمان قوة العمل، يشير تقرير البنك السري ذو الغلاف الرمادي عن المشروع إلى أن الإسكان الأفضل والخدمات الاجتماعية للعمال ستقدم لتقليل خطر نقص القوى العاملة. هكذا، بينما يتحدث البنك الدولي علنا عن دوافعه الإنسانية، يبدو أن الحياة الأفضل للفقراء تصبح هدفا حين تخدم المصالح الاقتصادية للمنتفعين الحقيقيين، وهم في هذه الحالة الشركات المتعددة الجنسية. وأخيرا، قد يبدو عند هذه النقطة شيئا لا مبرر له أن نشير إلى أن المشروع يتجاهل تماما احتياجات المزارع العائلية التقليدية الصغيرة وفي زائر، التي يتراوح عددها ما بين 3 أو 4 ملايين، فقد اختير تحسين مزارع زيت النخيل التجارية بدلا منها لأنه كما يقول البنك يقدم أفضل إمكانية لزيادة إنتاجية مستقبلية بأقل التكاليف. النمو ربما، لكن التنمية لا. أكثر من مجرد بنك. البنك الدولي ليس مجرد مقدم لقروض التنمية، فعلى مدى السنوات الماضية أصبح قوة رئيسية تشكل السياسات الاقتصادية لعديد من البلدان. وبعبارة البنك ذاته، إن مقترضي وكالة التنمية الدولية إيدا، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي بوجه خاص، ليس من المحتمل أن يحصلوا من أي مصدر آخر على تمويل بشروط مرضية مثل شروط الوكالة، ومن ثم فليس من المحتمل أن يتجاهلوا نوع النصيحة الذي يمكن أن توجهها بعثات وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك، والتي تتضمن دراساتها الدورية عن اقتصادياتهم تقييمات لصحة سياساتهم الاقتصادية. وقد بدأ البنك في تشكيل بعثات دائمة في البلدان المتخلفة، غالبا ما يضعها مباشرة داخل وزارات التخطيط القومي والبنوك المركزية. وفي عدد متزايد من البلدان يجمع البنك ويرأس كونسورتيوم من المقرضين الرئيسيين الثنائيين والمتعددي الأطراف للتنسيق بين مساهمات وسياسات المانحين. وفي عديد من البلدان مثل بنغلاديش يدبر البنك بهدوء ويقود الأرصدة للمستشارين في الوزارات الرئيسية في الحكومة، والورقة الرابحة للبنك هي أنه يحدد التقييم الدولي للحكومة من حيث الائتمان. وباختصار، يتزايد الحديث عن البنك باعتباره السلطة
في كثير من بلدان العالم الثالث التي زرناها. ويعطي مقال لصحيفة الغارديان نشر عام 1975 لمحة عن استخدام هذه السلطة في بلد مثل بنغلاديش. إن تخفيض قيمة العملة ليس سوى أكثر الإجراءات وضوحا في برنامج البنك الدولي، وهو إجراء يجب أن تصاحبه لكي يكون ناجحا تغييرات مالية وتغييرات أخرى تعيد الاستقرار النقدي. ويعد خلق مناخ مناسب للاستثمار جزءا لا يتجزأ من البرنامج. ورغم اللغة العلاجية المحايدة، فإن برنامج إقرار الاستقرار ليس مجرد ممارسة تكنيكية في الإدارة النقدية، إنه يعادل فرض دخول حقيقية أدنى أساسا على الطبقات العاملة من سكان المدن وغيرها. لا يجب أن يدهشنا إذن أن القروض تذهب بصورة متزايدة إلى أكثر نظم العالم قمعية، تلك التي ترحب بفرض إجراءات يمليها البنك تعاقب أبناء الشعب العاملين بفرض أسعار أعلى وضوابط على الأجور. وهكذا فإن 4 دول شهدت انقلابات عسكرية أو قوانين طوارئة منذ بداية السبعينات، هي الأرجنتين والشيلي والفلبين وأوروغواي، قد نالت زيادة بلغت 7 أضعاف من قروض البنك الدولي حتى عام 1979، بينما لم تزد القروض للمقترضين الآخرين سوى 3 أضعاف. البنك الدولي والولايات المتحدة وحملة حقوق الإنسان. هنأ الكثيرون حكومة الولايات المتحدة على محاولتها تغيير اتجاه قروض البنك التي تذهب بصورة متزايدة إلى أشد النظم قمعية. ومنذ تعديل هاركين بصدد حقوق الإنسان الذي أجري على قانون مؤسسات المالية الدولية عام 1977، يطلب من ممثلي الولايات المتحدة في المصارف الدولية أن يعارضوا القروض للحكومات التي تنخرط في نسق متصل من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. ورغم ذلك تعفى من هذا القانون القروض للمشروعات التي تستهدف احتياجات إنسانية أساسية. ويبني أولئك الذين يهنئون الولايات المتحدة على التزامها بتعديل هاركين تأييدهم على حقيقة أنه خلال العام الأول لسريان القانون امتنع ممثلو الولايات المتحدة عن التصويت في 17 اقتراعا، وصوتوا بلا 2 مرات فقط بصدد قروض البنك الدولي إلى 12 بلدا معروفة رسميا بأنها منتهكة لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة. وفي وكالات الإقراض الدولية الأخرى صوت ممثلو الولايات المتحدة بلا 7 مرات، وامتنعوا عن التصويت 4 مرات. ومع ذلك فقد تمت الموافقة على معظم هذه القروض، فالامتناع ليس معارضة شديدة الفعالية، لكن عدم جدوى هذا السجل في إثبات أن الإدارة الأمريكية جادة في إجبار البنك على وقف مساندة النظم القمعية ينكشف في حقيقة واحدة، أنه خلال العام الأول بعد تعديل هاركين السنة المالية 1978 ذهب ربع كل القروض الجديدة للبنك الدولي بما في ذلك وكالة التنمية الدولية إيدا إلى 4 بلدان فقط معروفة جيدا بإنكار الحقوق الاقتصادية والسياسية لشعوبها: البرازيل وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين. كيف يمكن لهذا السجل من القروض أن يحدث بينما الإدارة تزعم أنها تلتزم بتوجيهات مبدأ هاركين؟ أولا، يفقد تعديل هاركين الكثير من معناه حين يدرك المرء أن الإدارة يمكن أن تقرر من هي البلاد التي تعد منتهكة انتهاكا صارخا، وما هي حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، مثلما تقرر أي قروض تستهدف الاحتياجات الإنسانية الأساسية فتستثنيها بناء على ذلك. وواضح أن هناك مجالا واسعا للإدارة لتأييد القروض لأية حكومة تريد. وكما يبين جيمس موريل من مركز السياسة الدولية،
فإن بإمكان الإدارة دائما أن تمتنع عن استخدام اللغة المضبوطة في التشريع، وبدلا من ذلك تقرر ببساطة أن لدى بلد ما مشكلات خطيرة في حقوق الإنسان. وبهذه الطريقة يمكن للإدارة أن تبدو حساسة تجاه الموضوع، لكنها تتجنب الالتجاء إلى تعديل هاركين. ثانيا، أن تشريع حقوق الإنسان ذاك يسمح لسوء الحظ بتضييق معيار الحكم على من يعد منتهكا ومن يعد غير منتهك لحقوق الإنسان، بحيث يصبح هذا المعيار هو عدد السجناء السياسيين الذين يقبض عليهم أو يطلق سراحهم في نفس الأسبوع. وهكذا فعندما تقوم الحكومات التي تطبق الأحكام العرفية مثل حكومات الفلبين والأرجنتين والشيلي وكوريا الجنوبية بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، يقال أن وضع حقوق الإنسان فيها قد تحسن، وينسب ويمتدح الفضل إلى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة من خلال شروط مثل تعديل هاركين لحقوق الإنسان. ولكن ألا نرى أن المقاس الحقيقي الوحيد الذي له معنى دائم لتطبيق حقوق الإنسان قد أسدل عليه ستار من الغموض؟ ذلك المقياس هو: هل تنكر السياسات الاقتصادية لحكومة ما الحق الإنساني للأغلبية في البقاء أم لا؟ وأخيرا، فإن هناك على الأقل افتراضين زائفين وراء جهود من قبيل تعديل هاركين من حيث هي وسائل لمساعدة الفقراء في الخارج، إذ أن التعديل يفرض أن مشروعات البنك الدولي التي تزعم أنها تخدم الاحتياجات الإنسانية الأساسية يمكنها فعلا أن تدعم مصالح الأغلبية الفقيرة بدلا من تقوية الآليات التي تجعل من الفقراء فقراء. وعلى طول هذه الفصول عن المعونة كنا نطرح تساؤلات حول هذا الافتراض. كذلك تفترض الجهود من قبيل تعديل هاركين أن حكومة الولايات المتحدة يمكن وسوف تصبح باحثا اجتماعيا كونيا تضغط على الحكومات المنحرفة لكي تصبح مستقيمة، إلا أن الحقيقة هي أن كل إدارة وإدارة كارتر ليست استثناء ستتجاهل حتى أقصى الانتهاكات لحقوق الإنسان الأولية حينما تسعى إلى إبقاء حكومة في السلطة تخدم احتياجات ومطالب شركات الولايات المتحدة والمصالح العسكرية بها، وسوف تمضي إلى مدى بعيد للإبقاء على اقتصاد تسيطر عليه النخبة ولا يمثل تناقضا يهدد تركيز السلطة الاقتصادية داخل الولايات المتحدة ذاتها. وزائير وموبوتو هي مجرد مثال واحد، فقد تم تنصيب الرئيس موبوتو في السلطة بتواطؤ من الغرب عام 1965 في أعقاب اغتيال الرئيس الشعبي باتريس لومومبا بتحريض من بلجيكا. وقد أبقى زائير الكونغو سابقا مفتوحة على مصراعيها أمام استغلال الشركات متعددة الجنسية للثروة المعدنية. وعلى سبيل المثال، فإن 45% بالكامل من الكوبالت المستخدم في الولايات المتحدة مأخوذ من الزائر. ورغم ثروة زائر المعدنية الهائلة، فإن سياسات استثمار موبوتو النخبوية والفاسدة والموالية للأجانب قد ولدت الفقر الواسع الانتشار وقرينه الحتمي القمع الوحشي بالنسبة لعشرين مليون من الفلاحين. فقد خرج مئات الآلاف من فقراء الريف يلتمسون ملاذا في البلدان المجاورة، وفي يناير 1978 ذبح ما بين 700 إلى 1000 قروي بين رجل وامرأة وطفل في مقاطعة باندوندو. ورغم ذلك أعلن البيت الأبيض بعدها بشهرين فقط أن نظام موبوتو هو حكم معتدل. وسارع الرئيس كارتر بإرسال الطائرات الحربية للولايات المتحدة لنقل القوات البلجيكية والفرنسية لسحق تمرد ضد موبوتو، وفي نفس الوقت تقريبا وافق البنك الدولي بتأييد الولايات المتحدة على قرض آخر للبنك الدولي، هذه المرة لمزارع زيت النخيل التي ناقشناها. وقد جاءت قروض البنك الدولي وغيره من القروض الدولية
بغزارة وصلت إلى حد أنه مع حلول 1977 تضافرت خدمة تلك الديون مع انهيار أسعار النحاس لتجعل البلاد مفلسة عمليا. ولكن الولايات المتحدة لا تتحرك أخيرا لقطع المعونة إلا حين تبعث السياسات الوحشية لحكومة ما المخاوف لدى الحكومة الأمريكية بأن تغييرا ثوريا سيجلب حكومة لا تعود ترحب بخدمة الشركات والمصالح العسكرية للولايات المتحدة. وهذه على سبيل المثال هي حالة سياسة إدارة كارتر تجاه ديكتاتورية أناستاسيو سوموزا في نيكاراغوا، والتي سنناقشها فيما بعد. لا خضوع للمحاسبة. ليس البنك بأي معنى من المعاني مؤسسة ديمقراطية أو حتى واسعة التمثيل، فهو لا يخضع للمحاسبة من أي جهة سوى نفسه. ومن السذاجة أن نتوقع من مؤسسة قوية كهذه أن تكون قادرة على رقابة فعالة على نفسها أو راغبة في ذلك. إن وثائق البنك سرية ولا يخضع البنك حتى لدراسة علماء الاجتماع، فليس هناك سوى حوالي 10 مقالات وكتب تحلل هذه المؤسسة القوية، ولن يقبل أي عضو في طاقمه الشهادة أمام أي جلسات للكونغرس أو البرلمان. ومؤخرا فقط بدأ البنك يدرس إجراءات التقييم سرية بالطبع لكل المشروعات التي يمولها، والذين اطلعوا على بعض تقارير إدارة تقييم عمليات البنك يخبروننا بأنها قد صححت بنسبة ضخمة عند تلخيصها للنشر العام. وأحيانا يكلف مستشارون خارجيون بعمليات التقييم، لكن ما هي درجة استقلالهم إذا كان من المحتمل أن يأتيهم عقد البحث التالي من البنك نفسه؟ أحد هذه التقييمات الرئيسية التي سمعنا بها كان نقديا، وقد حجب وأمر الكاتب بالقيام بإعادة صياغته. ويقال لنا أن التقارير العامة لابد أن تكون متفائلة حتى تكسب التأييد في الكونغرس وفي برلمانات البلدان المانحة للمعونة. وبينما كنا في بنغلاديش علمنا من مصادر أجنبية مطلعة أن بعثة قد طارت حديثا من واشنطن وأعلنت أن برنامج تاء راء ألف الذي ناقشناه ناجح، لأنه يقوم على أسس قوية ويحبب التوسع فيه. لكن قبلها بيوم واحد أطلعنا مسؤول بحكومة بنغلاديش على مذكرة داخلية للبنك تدرس كل جانب من جوانب تنفيذ المشروع، وتستنتج أن النظام التعاوني يعمل بإفراط لصالح الزراع الأكثر ثراء. بالإضافة إلى ذلك يطمح العديدون من مفاوضي الحكومة المحلية حول قروض البنك عادة في الحصول على منصب في البنك في واشنطن، فهل سيناقشون مشروعا للبنك؟ وكما أخبرونا في سريلانكا، وهي بلد ينال الآن قروضا ضخمة من البنك لمشروع سد للري، فإن مجموعات النخبة الحكومية في العاصمة تتطلع بالفعل إلى احتساء كأس ويسكي مع كل الخبراء الأجانب الذين يأتون بمثل هذه المشروعات. إنها باختصار حلقة مغلقة إلى حد بعيد. ولما كان البنك لا يخضع للمحاسبة فإن له الحرية في ادعاء أي مزاعم ضخمة يشاء حول عدد الناس الذين يستفيدون من مشروعاته. فالمستر ماكنارا على سبيل المثال يريدنا أن نصدق أن برنامج البنك للتنمية الزراعية والريفية سيبلغ 60 مليونا في مجموعة الفقر المستهدفة بالإقراض خلال 1975 و79. وها أنت ترى أن البنك يروق له حساب عدد المنتفعين بإجمالي عدد الناس الذين يعيشون في المنطقة التي يتنفذ فيها مشروع للبنك. وهذا يعادل القول بأن سدا في بالوبا بكاليفورنيا يفيد سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 20 مليونا، وكذلك الملايين الأربع من الذين يعيشون تحت حد الفقر. وعلى ذلك فمن المرجح أن يبلغ حساب البنك للعدد الإجمالي لمنتفعيه في وقت قريب رقما أكبر من إجمالي عدد الفقراء في العالم. ورغم أن البنك لا يقبل المحاسبة بطريقة صارخة،
فلا يعني هذا عدم إمكان تحديد المسؤولية، فالمملكة المتحدة تملك 9% من الأصوات، وقد ساهم دافع الضرائب البريطانيون مباشرة بنسبة 12% من أرصدة قسم القروض الميسرة في البنك، وهي وكالة التنمية الدولية. علاوة على ذلك، فرغم أن الفرع التجاري البحت للبنك لا يحصل على رأس ماله من المساهمات الحكومية، بل من خلال بيع السندات التي يملك الكثير منها بلا شك، الجامعات وصناديق المعاشات والكنائس. فإن دعم الحكومات لهذه السندات هو عامل هام في جعلها جذابة للمستثمرين الأفراد. وكلما عرفنا أكثر عن البنك الدولي، زادت دهشتنا من أن البنك كان ناجحا بهذه الدرجة في إقناع العديدين بأنه يدعم مصالح الفقراء والجوعى. ولما كنا نحن باعتبارنا مواطنين مرتبطين مباشرة بالبنك الدولي من خلال حكوماتنا، فإننا نحن الذين يجب أن نتولى مسؤولية كشف التأثير الحقيقي لبرامج البنك الدولي وإنهائها. يجب أن نوضح أن البنك الدولي ما زال بنكا، وأن اهتمامه منصب على استقرار الاقتصاديات الحالية التي تسيطر عليها النخبة، ولن يكون عملاؤه أبدا هم جياع العالم. وفي الحقيقة، فعن طريق تقوية أعداء الجياع تساهم برامج البنك الدولي في زيادة حرمان الفقراء الذين تزعم أنها تساعدهم. الفصل التاسع والعشرون قيمة المعونة الغذائية. السوق الأوروبية المشتركة والمعونة الغذائية. بدأ برنامج السوق الأوروبية المشتركة للمعونة الغذائية عام 1967، وبحلول عام 1978 أصبح أكبر مانح للمعونة الغذائية في العالم، يسهم بنسبة 30% من كل الحبوب و 50% من مسحوق اللبن المنزوع القشدة و 95% من الزبد بتكاليف تبلغ 490 مليون جنيه سنويا. والآن ترسل السوق الأوروبية المشتركة إلى ما وراء البحار سنويا 150 ألف طن من مسحوق اللبن المنزوع القشدة و 45 ألف طن من الزبد. وقد أوضحت السوق الأوروبية المشتركة للأوروبيين في محاولة لتمرير برنامجها للمعونة الغذائية أنهم هم أكبر المستفيدين. وذكرت السوق المشتركة بوضوح أن شحنات المعونة الغذائية لا يجب اعتبارها مجرد عمل من أعمال البر، وأكدت السوق المشتركة أن نفقات المعونة الغذائية يجب موازنتها مقابل نفقات الإجراءات البديلة للتعامل المرضي مع الكميات التي لا يمكن بيعها، مشيرة بذلك كما سنرى إلى استخدامها لعلف الماشية. وقد صرح المستر لاردينو مفوض الزراعة السابق للسوق الأوروبية المشتركة بأن أفضل طريقة للتخلص من فوائد مسحوق اللبن المنزوع القشدة هي استخدامها بكثافة في المعونة الغذائية. تقدم المعونة الغذائية إذن للسوق الأوروبية المشتركة وسيلة للتخلص من السلع الفائضة صداعها المزمن، والإنتاج الزراعي الزائد هو نتيجة للسياسة الزراعية المشتركة للسوق المشتركة التي تستهلك نحو 70% من مجمل إنفاقها على دعم الأسعار والبرامج المتصلة به لحماية دخل الزراع الأوروبيين. وتحسب السياسة الزراعية المشتركة الأسعار المضمونة للمنتجات الزراعية، بحيث تجعل حتى مكاسب الزراع الصغار نسبيا في مستوى يمكن مقارنته بالدخول الصناعية. والأسعار مرتفعة تكون عادة ضعفي أو 3 أضعاف سعر السوق العالمية، وهذه المدفوعات تعد حوافز للزراع ليتحولوا إلى طرق أكثر تركيزا من أجل زيادة إنتاجهم، خصوصا من منتجات الماشية فأسعارها هي الأفضل.
والنتيجة هي الإنتاج الزائد المزمن أحياناً لعديد من المنتجات الزراعية الأساسية. والصداع الأكبر للسوق الأوروبية المشتركة هو قطاع منتجات الألبان، ففي الوقت الراهن ينتج ما يفيض عن الاحتياجات من اللبن بمعدل لتر واحد بين كل 6 لترات، وفي عام واحد يفوق وزن اللبن الفائض المنتج الوزن الإجمالي لكل سكان السوق الأوروبية المشتركة كل السكان البالغ عددهم 260 مليونا. ولكي تحقق الأبقار هذا الإنتاج الغزير من الألبان تحتاج إلى وجبة دسمة عالية القيمة في البروتين والسعرات الحرارية، وهي وجبة يقدمها الآن القمح وفول الصويا المستوردان. وتاريخيا كان هذا العلف يأتي بصورة أساسية من الولايات المتحدة، لكن الأغذية من البلدان المدارية وشبه المدارية مثل حب العزيز والماني هوت أخذت تجد طريقها بصورة متزايدة إلى علف الحيوانات الأوروبي. وقد أصبح محصول التصدير الأول لتايلاند الآن هو الماني هوت للعلف. تضاعفت صادراتها لأوروبا 3 مرات منذ عام 1971 حتى وقت قريب، وكان الماني هوت مجرد مصدر رخيص للسعرات الحرارية للملايين من أفقر فقراء العالم. أما صادرات السنغال من حب العزيز المضغوط وخصوصا لفرنسا فقد زادت بنسبة 125% من عام 1971 إلى عام 1974، رغم العجز الذي يقدر ب 300,000 طن في الحبوب للاستهلاك الآدمي في ذلك البلد. وتمثل تكاليف فائض منتجات الألبان من هذا العلف المستورد حوالي 40% من نفقات السياسة الزراعية المشتركة، حوالي 180 جنيه استرليني لكل بقرة، وهي مصدر حقيقي للضيق السياسي والاقتصادي. ماذا نفعل بالفائض؟ اللبن يفسد بسرعة، وأول مشكلة هي تحويل اللبن الفائض إلى منتجات يمكن تخزينها، زبد ولبن، منزوع القشدة يمكن بعدها تجفيفه إلى مسحوق لبن منزوع القشدة. والمشكلة الثانية هي إيجاد زبون لتلك المنتجات، ولأنها بضعف أو بثلاثة أمثال السعر العالمي فإنها غالية جدا للتسويق سواء داخل السوق المشتركة أو خارجها. من هنا تأتي المبيعات المدعومة للسوق المشتركة، رغم أن بعض المبيعات المدعومة لا تلقى الموافقة الجماهيرية. فقد تعرضت مبيعات الزبد للاتحاد السوفيتي عام 1974 لانتقادات عنيفة في الصحافة وغيرها. إذا كان علينا أن ندفع لنبيعها فلماذا لا ندفع لنبيعها لأصحاب المعاشات من كبار السن إلى آخره؟ وفي الحقيقة فإن المبيعات المدعومة للعجائز ستكون نتيجتها ألا يشتروا الزبد بالسعر الكامل، وهكذا لن يخفضوا الفائض بصورة متناسبة. وما زالت الصفقات من قبيل صفقة الاتحاد السوفيتي مستمرة، لكنها عموما بحجم أصغر. أما تقديم الدعم لمنتجي الماشية فهو أقل إحراجا من الوجهة السياسية على ما يبدو من تقديم الدعم لآكلي الزبد الروس. لكن إطعام اللبن للأبقار لا يحل المشكلة، فالمبيعات الرخيصة من غداء عالي القيمة الغذائية لعلف الحيوانات يخلق ناتجا أكبر من المنتجات الحيوية ومزيدا من الفائض، وهكذا نبدأ من جديد. علاوة على ذلك ليست الولايات المتحدة بالغة السعادة بالخطة، إذ تعتقد إلى دعم اللبن المنزوع القشدة كعلف للماشية، وهو ظلم لمصدري فول الصويا بها. وقد هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراء قانوني حين فرضت التعريفات الجمركية على واردات فول الصويا. وفي الحقيقة بدأ أمام لجنة السوق الأوروبية المشتركة طريقا واحدا للتخلص من فائضاتنا لن يعترض عليه أحد بالتأكيد، وهو إعطاؤها للبلدان الفقيرة كمعونة غذائية.
ولما كان ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص يموتون جوعا كل عام في العالم الثالث، فسيكون شخصا قاسيا في الحقيقة ذلك الذي يعترض على إرسال السوق المشتركة لبعض فائضها غير المطلوب إلا المحتاجين. لكن لسوء الحظ ليس الأمر بالبساطة التي يبدو بها، فنصف معونة الألبان الممنوحة هي مسحوق لبن منزوع الدسم لإعادة عمل اللبن وبيعه في البلد المتلقي. وعندئذ يذر نظريا الأموال لمشروعات التنمية، وخصوصا بناء صناعات ألبان محلية. لكن هل يمكن حقا للبن المستورد أن يساعد على إقامة صناعة محلية؟ في بنغلاديش ذهبت نسبة كبيرة من الأموال الناتجة عن بيع اللبن إلى مشروع لزيادة إنتاج اللبن المحلي. وفي الحقيقة فإن سعر اللبن المنخفض بسبب الكميات الأوروبية الوفيرة قد خفض الأسعار لدرجة أن الزراع في بنغلاديش ينتجون لبنا أقل وليس أكثر. وقد يتساءل البعض عما إذا كانت تنمية الألبان في العالم الثالث شيئا طيبا يجب تنشيطه على أي حال، إذ أن إنتاج اللبن في كثير من بلدان العالم الثالث يمثل استخداما أقل كفاءة للأرض الزراعية من زراعة القمح والفول على سبيل المثال. لكن الافتراض هو أنه ما دام اللبن غداء عالي البروتين فيجب تشجيعه، ويجري إغفال أن وجبات القمح والبقول، الفاصوليا والفول أو العدس لمعظم الثقافات التقليدية صحية في تركيبها الغذائي في الواقع، وما ينقصها هو الكمية. والحل هو إتاحة قدر أكبر من الوجبات الحالية وليس الأغذية الغنية بالبروتين. وهناك عيب آخر، فالمعونة الغذائية يمكن أن تؤدي إلى ذوق مكتسب للأغذية الجديدة، وبالتالي إلى اعتماد على الواردات حين تنتهي المعونة. وقد حدث هذا بالتأكيد في سريلانكا، حيث أدت معونة القمح إلى ذوق يفضل الخبز، وحل الخبز محل الأرز كغداء تقليدي في عديد من المنازل. وهذا ما حدث أيضا في تايوان وكوريا الجنوبية كما سنناقش فيما بعد في هذا الفصل. وأخيرا يذهب كثير من خبراء التغذية إلى أن اللبن هو غداء مشكوك فيه بوجه خاص للتوزيع في العالم الثالث على أي حال، لأن كثيرا من غير القوقازيين غير قادرين على هضم سكر اللبن، وعدم القابلية للبن هذه تقدر بما يبلغ 60% بين غير القوقازيين، ويمكن أن تؤدي إلى إسهال مزمن وإلى فقدان للمواد الغذائية وليس إلى كسب لها. وتكون الإثارة حادة بشكل خاص بالنسبة للأطفال. وهكذا طلب من السوق المشتركة أن تلتزم جانب الحذر في استخدامها لمسحوق اللبن في أغذية الأطفال. الثورة البيضاء، دروس من الهند. على الرغم من كل هذه التحفظات، يجري تشجيع الثورة البيضاء من جانب مخططي التنمية. والثورة البيضاء مصطلح صيغ لوصف مشروعات تنمية الألبان الطموحة في العالم الثالث والهند، المضيف الرئيسي للثورة الخضراء التي وصفناها في فصول سابقة، هي الآن مسرح أكثر برامج العالم طموحا. وكما هو الحال في الثورة الخضراء، فإن الثورة الدافعة هي الأساليب والآلات الزراعية الغربية. ونجاح المشروع المعروف باسم عملية فيضان يقوم على بناء مصانع ألبان ضخمة حديثة تطور بسرعة زراعة الألبان في المناطق الريفية والسيطرة على أسواق الألبان في المدن. وهدف المشروع تقديم كميات مستمرة من اللبن الصحي في المدن ليحل محل اللبن القذر المخلوط بالماء غالبا الذي يبيعه باعة اللبن التقليديون. في مصانع ألبان بنيت خصيصا يعاد تركيب الزبد ومسحوق اللبن المنزوع القشدة إلى لبن ومنتجات ألبان أخرى. هكذا إذن تعطي المعونة الغذائية
الدفعة الأولى لإدارة المضخة، وفور أن يصبح لمصنع الألبان سوقه، يمكنه عندئذ أن يبدأ في شراء اللبن من الزراع في المناطق الريفية المحيطة. كذلك يمكن استخدام الأموال الناتجة من مصانع الألبان في تشكيل تعاونيات ألبان قروية، حتى يتمكن الزراع من تخطي الوسطاء وتحقيق صفقة أفضل. ويمكن استخدام الأموال في بناء مصانع ألبان جديدة في أماكن أخرى، وفي إعادة توطين أصحاب الأبقار من سكان المدن العتيقين غير الأكفاء الذين سيكونون قد فقدوا سوقهم وكسب عيشهم لصالح عملية فيضان في مناطق ريفية. كذلك يمكن استخدام الأموال من حيث التعاونيات في تنشيط النواتج الحالية غير الفعالة من اللبن، وفي تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية وخدمات النقل والتعليم في القرى. والمخطط مصمم بحيث يتطور إلى شبكة توزيع، شبكة ألبان قومية تربط نحو 10 ملايين عائلة منتجة مع 150 مليون مستهلك في 142 بلدة ومدينة. وترجع أصول عملية فيضان إلى عام 1946، حين أقيمت تعاونية تجريبية لمنتجي الألبان في مقاطعة كايرا بولاية جوجارات، ونجحت التعاونية وانتشرت في أنحاء المقاطعة انتشار النار في الهشيم. وبعدها ب20 عاما كانوا يفخرون بأحدث مصنع لتجهيز الألبان في الهند، ويزودون بومباي بغالبية اللبن ومعظم الزبد. وتضم الشبكة 500 تعاونية قروية، كما أصبحت نموذجا لأجزاء الهند الأخرى. لكن المفارقة هي أن نقطة انطلاق عملية فيضان نشأت من المخاوف من أن المنحة التي رددت الشائعات أنها 20,000 طن من زبد السوق الأوروبية المشتركة للهند كانت ستقتل سوق زبد التعاونيات. ومن هنا رسمت الخطط لمشروع على غرار مشروعها الناجح، لكنه يهدف إلى تقديم اللبن من خلال مصنع ألبان حديث إلى المدن الأربع الرئيسية في الولاية. ووافق برنامج الغداء العالمي الوكيل لنحو 25% من المعونة الغذائية للسوق الأوروبية المشتركة على تقديم الكميات اللازمة من الزبد ومسحوق اللبن المنزوع القشدة ابتداء من عام 1970. وبنيت مصانع الألبان في المدن الأربع، وتدفقت المعونة الغذائية، وولدت عملية فيضان. في نظر السوق الأوروبية المشتركة والبنك الدولي الذي أقرض الأموال للبرنامج وشركات الألبان الضخمة المتعددة الجنسية، كان المشروع نجاحا لا نظير له. وقد امتدحه حتى رئيس شركة يونيليفر في تقريره السنوي لعام 1978، إلا أننا يجب أن نتذكر أن أحد النواتج الثانوية لمشروع فيضان كان تصاعد الطلب الهندي على علف الحيوانات. والمورد الرئيسي للهند هو شركة تسمى هندوستان ليفر، أحد فروع يونيليفر. وطبقا لما يقوله البنك الدولي، فإن عملية فيضان تساعد على تطوير أفضل تكنولوجيا تناسب الظروف الهندية، لكن إلى أي حد تناسبها في الحقيقة؟ يرى نقاد البرنامج أولا أن اللبن وغيره من منتجات الألبان تضم الزبد والجبن والشوكولاتة يقتصر على سوق النخبة. ورغم أن الهدف المعلن هو تحسين وجبات فقراء المدن، فإن للبن في الحقيقة سعرا يخرجه عن متناولهم. ثانيا، لم تتم مساعدة باعة اللبن التقليديين على التوطين في الريف، فبدلا من نسبة إلى 15% من الميزانية المخصصة لهذا القطاع، لا يستخدم سوى 0.3% لإعادة التوطين. وتواجه فرص العمل في المدينة تهديدا إضافيا من الانتشار السريع لاستخدام آلات بيع اللبن الأوتوماتيكية، وهي تجديد غريب في بلد به عمالة رخيصة جدا
وبطالة واسعة الانتشار. النقد الثالث هو أن مصانع الألبان تصبح معتمدة بصورة متزايدة على واردات الزبد ومسحوق اللبن الملزوع القشدة، وليس على المشتريات المحلية كما كان مقصودا. ومن الصعب الحصول على معلومات دقيقة، لكن هناك دلائل على أن الإنتاج المحلي بين الأهالي على الأقل في بعض المناطق ينخفض بالفعل. ففي دلهي على سبيل المثال، انخفضت فعليا المشتريات اليومية بنسبة 40% من 1976 إلى 77. ومنذ عام 1974 إلى عام 76 ازدادت واردات الهند من الزبد ومسحوق اللبن الملزوع الدسم أكثر من 50%، كما أن مصانع اللبن المتطورة هي الأخرى مستوردة في قسم كبير منها أو مبنية بواسطة الشركات المتعددة الجنسية العاملة في الهند. وفور إقامة المصانع تتغدى على الزبد واللبن المنزوع الدسم المستوردين، فلا عجب أن شركات مثل يونيليفر تحب المشروع. النقد الرابع لفيضان هو أنها أكثر تمشيا مع الزارع الغني الذي يمكنه شراء علف الماشية وفصائل الأبقار الأكثر إنتاجية مما هي مع الزارع الأفقر. ولذا كان 10% فقط من أعضاء تعاونية كايرا من الفلاحين المعدمين. وأخيرا، فإن البرنامج يشجع الزراع على استخدام أراضيهم لزراعة العلف للأبقار لا لزراعة الغداء للاستهلاك المحلي، مما يحتمل أن يسيء إلى المعايير الغذائية في المناطق الريفية. إن الخطط من قبيل عملية فيضان تكمل دورة الفائض والتصدير التي يخلقها عجز من يحتاجون الطعام حقا عن شرائه. وبعبارة أخرى، فإن جزءا كبيرا من الفائض في منتجات الماشية التي تمثل ذلك الصداع للمخططين الزراعيين بالسوق المشتركة قد نتج هو نفسه من العلف المستورد من العالم الثالث، حيث لو كان قد بقي لكان الجياع قد استطاعوا شراءه. وحين تصل أغذية العالم الثالث هذه إلى أوروبا كعلف، تساعد على خلق الفائض الذي لا بد عندئذ من إعادة إرساله إلى العالم الثالث على شكل منتجات ألبان، وهي أغذية أقل مناسبة للإحتياجات المحلية من الأغذية المحلية التي يجري شحنها إلى الخارج كعلف. في هذا النسق المحير من التصدير والفائض وإعادة التصدير، ليس هناك غير شيء واحد واضح، أن فقراء العالم ليسوا هم المستفيدين والرابحون الوحيدون، هم مجالس التسويق الحكومية وشركات التجارة وبعض المنتجين والمستهلكين الأوروبيين، بالإضافة إلى الميسورين في العالم الثالث. من الولايات المتحدة، تاريخيا كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للمعونة الغذائية، فمنذ عام 1950 قدمت ما يزيد على 25 مليار دولار من المعونة الغذائية، لكن هدفها الأول لم يكن في أي وقت من الأوقات هو إطعام الجياع. وفي الحقيقة فإن تلك النوايا الإنسانية تسجل في قانون المعونة إلا في عام 1966، فقد كانت المعونة الغذائية امتدادا للسياسة الخارجية والمصالح التجارية للولايات المتحدة، وهما في معظم الحالات أمران متبادلا النفع. ولفهم أصول المعونة الغذائية ليس عليك أن تنظر إلى أبعد من حوار مع منسق المعونة الغذائية في إدارة فورد، وهو روبرت سبيزر. فبعد أن حكى كيف أنه في أوائل الخمسينات كانت منظمات المزارعين تطالب بعمل شيء تجاه الفوائد المتراكمة التي تهدد دخولهم، وكيف كان الإنسانيون يكرهون تبديد الغداء، يواصل سبيتزر حديثه قائلا: كان هناك آخرون أدركوا أن هناك إمكانية ضخمة لمنتجات المجتمع الزراعي الأمريكي، وأننا ربما استطعنا عن طريق تقديم بعض هذه الأغذية بحكمة إلى البلدان المعينة
تطوير مشترين للسلع المستقبلة. لم نكن عندئذ نفكر كثيرا في البترول، لكنني أعتقد أن بعض مفكرين المتقدمين كانوا قد بدأوا يدركون أننا لم نكن مستقلين فيما يتعلق بكثير من المواد التعدينية، ولذا كان على شخص ما أن يفكر في حل حسنا، ماذا علينا أن نشحن للخارج؟ هكذا أجيز القانون العام رقم 480 قانون المعونة الغذائية. تناول سبيتزر كل دوافع المعونة الغذائية تقريبا: اهتمام المزارعين بالتخلص من الفائض التي يمكن أن تخفض الأسعار، واهتمام الشركات الزراعية بخلق أسواق وإمكانية الغذاء كسلاح في ضمان الوصول إلى المواد الاستراتيجية. والدافع الوحيد الذي أغفل ذكره هو استخدام المعونة الغذائية لدعم تدخل الولايات المتحدة العسكري، وهو إحدى وظائفها الرئيسية خلال حرب فيتنام. وهكذا نتج القانون العام رقم 480 الذي سمي فيما بعد الغداء من أجل السلام، على غرار المعونة الغذائية للسوق الأوروبية المشتركة من أزمة الإنتاج الزائد. فالزراع الأمريكيون يزرعون الكثير جدا من الغداء، وخلال الأربعينات تزايد إنتاج القمح في الولايات المتحدة حوالي 50%، بينما ظل الاستهلاك المحلي متخلفا عنه، فلم يتزايد سوى بحوالي 30%، وزيادات الإنتاجية على أساس المزيد من الأسمدة والمبيدات بالإضافة إلى البذور الأفضل ودعم الأسعار للمزارع خلقت فوائد هائلة كانت تكلف دافعي الضرائب مليون دولار يوميا لمجرد تخزينها. هذه الفوائد كانت تمثل مأزقا مثلث الأطراف، فمجموعات الضغط الزراعية لم تكن لتسمح بطرحها في السوق المحلي، وإذا ألقيت في السوق العالمية لانخفضت أسعار القمح دولارا للبوشل. وكانت شركات قمح الولايات المتحدة تعارض مثل هذا التدخل في سوقها التجارية الدولية. وفي عام 1952 قدم مكتب المزرعة الأمريكي، وهو مجموعة تمثل المزارعين الكبار والمتوسطين، اقتراحا بالحل في مؤتمره السنوي: خلق سوق أجنبية ثانوية بالسماح للبلاد المحتاجة إلى الغداء بدفع قيمة واردات الغداء الأمريكية بعملتها المحلية بدلا من الدولار. وهذا ما فعله القانون رقم 480. كان القانون 480 إذن يعتبر وسيلة لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل، التي لولا ذلك لما شكلت سوقا على الإطلاق على شراء الفائض الغذائي الأمريكي في الوقت الذي يجري فيه الحفاظ على سعر الدولار التجاري عاليا بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع. كان القانون 480 يعني أن تنال الولايات المتحدة كعكتها وأن تأكلها أيضا. هذه هي أصول المعونة الغذائية، لكن وهذا هو الأهم، هل وصلت المعونة الغذائية إلى الجياع الذين يحتاجونها؟ غداء الجياع. طوال السنوات العديدة الماضية تلقى معهدنا خطابات وتقارير أخرى من عديد من البلدان حول العالم تكشف أن المعونة الغذائية تفعل أي شيء سوى أن تصل إلى الجياع، إلا أن بنغلاديش بلد من المفيد التركيز عليه لأنه متلقي الرئيسي للمعونة الغذائية، ولأن معظم الناس يعتقدون أن المعونة الغذائية لمثل هذا البلد المحتاج لابد أن تساعده، ولسوء الحظ فإن حكاية المعونة الغذائية والجياع في بنغلاديش ليست فريدة في بابها. اليوم تتلقى بنغلاديش ثلث معونتها الغذائية بالكامل من الولايات المتحدة، ومنذ عام 1974 كان 92% من المعونة الغذائية للولايات المتحدة تحت البند ألف. والبند ألف وهو قروض بالدولار شراء الغداء على أساس طويل المدى منخفض الفائدة يعطي الحكومة المحلية السيطرة الكاملة على ما تفعله بالغداء.
وتبيع حكومة بنغلاديش معظم غذاء البند ألف من خلال نظام المقننات الذي يسمح لحاملي البطاقات بشراء جزء من غذائهم بدعم يبلغ 50%. ولكن يؤكد الباحثان في شؤون بنغلاديش جيمس بويس وبيتسي هارتمان أن معظم هذا الغداء يذهب لمن كان يمكنهم الشراء بأسعار السوق، أي المتوسطة في المدن. ففي عام 1976 باع 90% من المعونة الغذائية للطبقة المتوسطة هذه. وتكشف أرقام البنك الدولي المتحفظة أن 27% من المعونة الغذائية تذهب إلى الشرطة والخدمة العسكرية والمدنية، و30% الأخرى تذهب إلى حملة البطاقات، وغالبيتهم من الطبقة المتوسطة في 6 مدن رئيسية. في عام 1975 ألغت الحكومة كل بطاقات المقننات القليلة التي كان يحملها ذو الأعمال الهامشية في أحياء ذاكا الفقيرة، ويقدم 8% إلى المطاحن لطحن الدقيق في مخابز المدن. وبينما يعيش ما بين 85 و90% من شعب بنغلاديش في المناطق الريفية والكثير منهم سيء التغذية، يخصص مجرد ثلث بطاقات المقننات للعائلات الريفية. ونظريا تسمح هذه البطاقات بشراء نصف كمية الغذاء المدعوم المخصصة لحامل البطاقة في المدن. وعلاوة على ذلك، يبيع تجار المقننات الريفية جزءا كبيرا من الغذاء في السوق السوداء، ويحصلون على النقود. الحصول على توكيل هو ميزة سياسية يتمناها الجميع. أما تركيز الحكومة للمعونة الغذائية على الطبقة المتوسطة في المدن فهو أمر متعمد، فنظام المقننات مصمم حسب تعبير برقية للسفارة الأمريكية عام 1976 لإبقاء سكان داكا ذوي النشاط المحتمل ولديهم مدد من الحبوب الغذائية الرخيصة الثمن. وكلمة النشاط تعني بالطبع النشاط السياسي، وهذا الاستخدام للمعونة الغذائية لمنع الطبقة المتوسطة من سكان المدن من التمرد هي حكاية تتكرر دائما في كل أنحاء العالم. ففي فولتا العليا وزع ما لا يقل عن 75% من إعانة الغوث خلال الجفاف وخلال القلاقل السياسية على السكان الميسورين في العاصمة والمدن الإقليمية، تاركين القليل جدا للمناطق التي تضررت بشدة. ولا تقتصر المعونة الغذائية على عدم إطعام الجياع في بنغلاديش الآن، بل إنها كذلك تساعد على إبقاء الجوع. فالمعونة الغذائية أساسية لإهمال أي جادة لزيادة إنتاج الغذاء. وقد أبلغت سفارة الولايات المتحدة في داكا في برقية لها عام 1976 إلى واشنطن أن الحافز لزعماء بنغلاديش على تكريس الاهتمام والموارد والموهبة لمشكلة زيادة إنتاج الحبوب الغذائية المحلية يقل نتيجة الأمن الذي تقدمه الولايات المتحدة وغيرها من مانحي المساعدة الغذائية. وقلة الحافز تلقى الترحيب على الأقل من الحكومة، لأن من المفهوم على نطاق واسع في الحقيقة أن زيادات الإنتاج ذات المعنى وضمان أن يصل كل شخص إلى الغذاء المنتج لن تتطلب الاهتمام والموارد والموهبة من بيروقراطي الحكومة بقدر ما تتطلب إعادة هيكلة شاملة للسيطرة على الموارد الإنتاجية. وقد اتضح بدرجة كافية أن هذا آخر ما تريده الحكومة حين قامت الحكومة عام 1975 وفي وجه انتفاضات خطيرة واسعة النطاق في الريف بفرض الأحكام العرفية. وهناك جزء من نسبة 10% من المعونة الغذائية لبنغلاديش والتي تجد طريقها إلى الريف مخصص لحفنة من برامج الأعمال الريفية، ولكن مشاريع الغذاء مقابل العمل الموسمية تلك ليست هي بالتأكيد الحل البعيد المدى للبطالة التي هي جذر الجوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن وظيفتها الأساسية
في رأي بعض المراقبين الذين تحدثنا عنهم هي نزع الفتيل عن موقف ريفي محتمل التفجر بتقديم بضعة أعمال خلال الموسم الزراعي الخامل. وقد أكدت دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة أن برامج الغداء مقابل العمل تتعرض بسهولة لسوء توزيع الحبوب وسوء استخدام الأموال والتقارير الزائفة عن العمل وخلق طبقة من المنتفعين والإنشاءات سيئة النوعية إلى آخره. ولكن الأهم من هذا كله هو أن مثل هذه الأعمال الريفية تقتصر فائدتها على الجزء الميسور بالفعل من السكان الريفيين وحدهم تقريبا وأساسا على كبار الملاك. وطبقا لدراسة تحت رعاية وكالة التنمية الدولية الأمريكية، فإن مثل هذه المشروعات كإقامة طريق من المزرعة إلى السوق تقدم دخلا للعمال الريفيين لفترة محددة، لكنها لا تفعل شيئا بشكل عام لتغيير الظروف الاقتصادية الأساسية التي أنتجت البطالة في المقام الأول. وفي نفس الوقت تميل هذه المشروعات إلى تقديم منافع طويلة المدى لملاك الأراضي الذين يستخدمون الطريق في المثل الذي ضربناه للوصول إلى الأسواق المحلية. وأثناء إعداد هذا الجزء من الكتاب حدث أن تلقينا بصورة منفصلة خطابين من مبشرين في تاهيتي، وصف كلاهما برامج الغداء مقابل العمل باستخدام المعونة الغذائية الأمريكية. فكتب أحدهما يقول: يعرف الزعماء التاهيتيون المحليون بسرعة بالغة نوع المشروعات التي يوافق عليها في إطار الغداء مقابل العمل، وسرعان ما يقترحون هذا النوع من المشروعات، عندئذ يسيطرون على الغداء ويقومون بأقل عمل ممكن ويعطون العمال أقل ما يمكنهم من الغداء ويبيعون الباقي، ويمكن إيراد العديد من الأمثلة. تنمية السوق: خلال السنوات الخمس التالية لإصدار القانون 480 نجح في أن يصرف إلى الخارج ما قيمته أكثر من 5 مليار دولار من القمح الأمريكي أو 28% من إجمالي الصادرات الزراعية الأمريكية، لكن حتى هذا لم يكن كافيا لتصريف فوائد قمح الولايات المتحدة. ففي عام 1959 كان لدى الولايات المتحدة أعلى احتياطيات في تاريخها، ولم تكن مجرد الاستجابة لطلبات المعونة الغذائية كافية، فقرر صانعو السياسة أن عليهم القيام بدور نشط في خلق الأسواق. فالهدف المنصوص عليه في حيثيات القانون 480 يتضمن هذه الكلمات: لتنمية وتوسيع أسواق التصدير للسلع الزراعية للولايات المتحدة. كان الهدف واضحا، والسؤال هو كيف يمكن تحقيقه؟ وكانت الإجابة التنمية. فالقانون 480 بسماحه للبلدان باستيراد الغداء دون استخدام الدولارات زاد من احتمال حصول الحكومات الفقيرة على الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية الأمريكية للتصنيع الخفيف. وقد شهد مساعد وزير الخارجية كلايتون بأن تمويل البنك الدولي لتلك السلع الرأسمالية سيكون بالتأكيد شيئا طيبا جدا للصادرات الزراعية الأمريكية، لأنك بينما تساعدهم على تنمية أنفسهم صناعيا ستحول اقتصادهم إلى اقتصاد صناعي، وبذلك اعتقد أنك في النهاية ستخلق أسواقا أكثر لمنتجاتك الزراعية. وفي عام 1957 وافقت حكومة الولايات المتحدة على قبول العملة المحلية التي ولدتها مبيعاتها الغذائية حسب القانون 480 لسداد قروض المعونة، ودام ذلك حتى عام 1972. عند ذلك استخدم هذا التعديل بالعملة المحلية للقانون 480 في المعونة المباشرة لاستثمارات شركات الولايات المتحدة، وأمكن إقراض 25% من العملة المحلية التي قوبلت مقابل الغداء بمعدلات فائدة بالغة الانخفاض لشركات الولايات المتحدة التي تستثمر في تلك البلدان. وهكذا كان على فوائد الولايات المتحدة الغذائية أن تباع بالأجل إلى حكومة أجنبية
تبيع بدورها الغداء بالعملة المحلية، وهذه العملة المحلية عندئذ تمول جزئيا الشركات الأمريكية التي سوف تولد، كما هو مأمول الحاجة إلى استيراد المزيد من الغداء. وهكذا قامت 419 شركة فرعية للشركات الأمريكية في 31 بلدا بإنشاء عملياتها أو توسيعها بتكلفة منخفضة جدا. ففي الهند وحدها ذهبت هذه القروض إلى شركة معامل وايث ويونيون كاربايد ومصاعد أوتيس وسيلفانيا وروكويل انترناشيونال وغودير وسي بي سي انترناشيونال وسينشاين فارمز وبنك فيرست ناشيونال سيتي وبنك أمريكا وأمريكان إكسبرس ضمن آخرين. علاوة على ذلك، استخدمت وزارة الزراعة أقساط سداد القروض الغذائية لترويج صناعات الماشية والدواجن المعلوفة بالحبوب خلال كل العالم المتخلف. بناء سوق للقمح. نجح القانون 480 في خلق أسواق للقمح بين محبي الأرز في العالم. كان القانون 480 هو أفضل شيء حدث على الإطلاق لصناعة القمح، هكذا علق أخصائي في تطور السوق، مشيرا إلى الزيادة الهائلة في استهلاك القمح في بلدان مثل اليابان وتايوان وكوريا. وسمحت قروض معونة القمح للحكومة التايوانية بتصدير غداء الشعب الأساسي الأرز، بينما تناشد السكان أن يقبلوا الوجبة الجديدة بشعارات من قبيل أكل القمح عمل وطني. وفي كوريا الجنوبية الآن 7000 مخبز، ويأكل الكوريون شرائط المعكرونة المصنوعة من دقيق القمح على الطريقة الإيطالية. وقد تباهى أحد مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية قائلا: لقد علمنا أكل القمح لأناس لم يأكلوه من قبل. ربما أثبت القانون 480 أن الناس تحب ما تأكل بدل أن تأكل ما تحب. على أي حال، فقد علمتهم الشركات الأمريكية أن يأكلوا ما يجب أن تبيعه. ولقي هذا الإنجاز الثناء عام 1974 في شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية أدلى بها وزير الزراعة السابق أورفيل فريمان، وهو الآن رئيس شركة بيزنس انترناشيونال. فقد لاحظ فريمان أنه خلال السنوات الماضية قفزت صادراتنا الزراعية لتايوان بنسبة 531% ولكوريا الجنوبية بنسبة 643%، لأننا خلقنا سوقا. وأضاف أن القانون 480 معقول جدا، لكن هل هو معقول بالنسبة لكوريا الجنوبية؟ المعونة الغذائية وربط الخيوط. في مقال ظهر عام 1975 بعنوان القانون 480 الجهد الإنساني يساعد على بناء الأسواق، تهنئ وزارة الزراعة الأمريكية نفسها على عهدها من أجل تنشيط المبيعات الغذائية في الخارج. ويقول المقال: بلدان عديدة قد تجاوزت وضع القانون 480، فبالإضافة إلى مساعدة القانون 480 للشركات الأمريكية على بناء صناعات تتطلب الاستيراد في الخارج، خلق منهجا آخر لمساعدة البلدان على تجاوزه لتصبح مشترية تجاريا. فعلى المتلقي المحتمل لكي يتلقى المعونة الغذائية أن يقبل شرطا واحدا، الموافقة على أن يشتري في المستقبل بشروط تجارية السلع الزراعية الأمريكية. ففي عام 1973 جعلت حكومة الولايات المتحدة القرض الغذائي لجمهورية الدومينيكان مشروطا بمشروعات تجارية أكبر. وفي عام 1975 تم ربط قروض القانون 480 لمصر من أجل القمح ولكوريا الجنوبية من أجل الأرز بمشتريات تجارية إضافية من هاتين السلعتين. وطبقت الولايات المتحدة هذا الشرط بانتظام لكل السلع باستثناء القمح، واحتفظت بالحق في تطبيقه على القمح أيضا. ويؤكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة
تأخذ هذا بجدية، وإذا لم يستوف بلد شروطه التجارية حتى نهاية العام تضاف الشروط إلى العام التالي. وهكذا يبدو أن تعاطف حكومة الولايات المتحدة يقتصر على الزبائن المستقبلين. المعونة الغذائية والإنتاج المحلي. كانت كوريا الجنوبية ثاني أكبر المتلقين للمعونة الغذائية الأمريكية، واشترت سلعا زراعية أمريكية أكثر من أي بلد متخلف آخر. فماذا كان تأثير ذلك على زراعة كوريا الجنوبية ذاتها؟ سمحت صادرات القمح الأمريكية إلى كوريا للحكومة بالحفاظ على سياسة الغداء الرخيص على حساب الزراع الكوريين، وظلت الأسعار التي تدفعها الحكومة لمنتجي الأرز تقارب بالكاد تكاليف الإنتاج طوال الستينات، وأدى ضغط الزراع إلى بعض الزيادة في سعر شراء الأرز الحكومي في السبعينات، لكن ما زالت الأسعار طبقا لما تذكره جمعية الزراع الكوريين الكاثوليك أدنى من تكاليف الزراع. ومن هنا فلم يكن من المستغرب أن ينخفض تعداد السكان الريفيين من نصف إجمالي السكان إلى أكثر قليلا من الثلث فيما بين 1963 و76، بينما أخذ الفلاحون يبحثون عن رزقهم في المدن دون نجاح عادة، كما يتضح من تزايد البطالة. وفضلا عن ذلك فإن كوريا الجنوبية التي كانت مكتفية بذاتها من القمح بنسبة 92% عام 61 لابد الآن أن تستورد ثلث قمحها. كان الهدف الرئيسي للمعونة الغذائية للولايات المتحدة بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية المباشرة ومساعدات مساندة الأمن لسيول التي تجاوزت 13 مليار دولار منذ الحرب الكورية، هو الحفاظ على قوة عمل منضبطة منخفضة الأجر لكي تستخدمها الشركات متعددة الجنسية الموجهة للتصدير التي تسيطر على الاقتصاد الكوري. إلا أن المساعد السابق لوزير الزراعة كلايتون يوتشر قد زعم أن كوريا الجنوبية هي قصة النجاح العظيمة في العالم أجمع لبرنامج الغداء من أجل السلام، القانون 480 بالنسبة لمساهمته في نمو الأمة. وكولومبيا حالة صارخة أخرى تبين تأثير شحنات القانون 480، ففيما بين 55 و71 استوردت كولومبيا أكثر من مليون طن من القمح الذي يمكن إنتاجه بتكلفة أرخص محليا، وحددت وكالة التسويق للحكومة الكولومبية سعرا للقمح المستورد بلغ من انخفاضه أن أغرق القمح المنتج محليا. وتسبب هذا الإغراق في أسعار أدنى بنسبة 50% للزراع الكولومبيين. ومن عام 1955 أول أعوام شحنات القانون 480 إلى عام 1971 انخفض إنتاج كولومبيا من القمح بنسبة 69%، بينما ازدادت وارداتها بنسبة 800% إلى الدرجة التي أصبحت فيها الواردات تمثل 90% من الاستهلاك المحلي. وكان تأثير المعونة الغذائية الأمريكية على بوليفيا مماثلا، لكن ضغطا إضافيا جاء عندما أوقفت الولايات المتحدة قبول الدفع بالعملة المحلية وطلبت الدولارات مقابل شحنات المعونة الغذائية رغم أنها بشروط ميسرة. وهكذا أصبحت بوليفيا تعتمد على الولايات المتحدة في وارداتها، ورغم إمكانياتها الزراعية الغنية وبطالتها الريفية العالية وركود إنتاج القمح المحلي وتحول الطحانين إلى شركات استيراد للدقيق أساسا لأن الاستيراد كان أكثر ربحا من الطحن. وهكذا وحتى بعد وقف قبول العملة المحلية لتسديد ثمن شحنات القانون 480 كانت نقطة التوقف النهائية في نهاية عام 71. كان على بوليفيا أن تستمر في استيراد الدقيق، لكن مع فارق كبير هو أن بوليفيا كانت مجبرة على استخدام العملة الأجنبية الشحيحة لشراء الدقيق بالدولارات، تلك العملة الأجنبية التي كان يمكن أن تذهب لشراء ما لم يكن بسهولة إنتاجه محليا مثل السلع الصناعية المنتجة.
إن إغراق البلدان المتخلفة بكميات كبيرة من القمح الأمريكي أو الكندي أو الأسترالي الرخيص يجعل من المستحيل اقتصاديا على المنتجين المحليين الصغار أن ينافسوا مهما كانت رغبتهم في المنافسة. ومع عجز هؤلاء المنتجين عن الحصول على مقابل عادل لقمحهم يضطرون إلى بيع أراضيهم ليصبحوا عمالا معدمين وعاطلين غالبا. وقد استنتجت دراسة نشرت في دورية زراعية اقتصادية عام 1969 أنه مقابل كل رطل مستورد من حبوب القانون 480 حدث انخفاض صافي في الإنتاج المحلي الهندي خلال العامين التاليين يبلغ نحو نصف رطل بسبب انخفاض العائد للزراع. كذلك استنتج تقرير عام 1975 للحكومة الأمريكية مكتب المحاسبة العام أن المصادر العالمية البارزة تشير الآن إلى أن تلك المساعدة الغذائية قد عاقت البلدان النامية عن توسيع إنتاجها الغذائي، وبذلك أسهمت في الوضع الغذائي العالمي الحرج. كارثة المعونة الغذائية. خلال زيارتنا لغواتيمالا تعلمنا أنه حتى في أوقات الكوارث الطبيعية يمكن للمعونة الغذائية أن تدمر مورد حياة فقراء الزراع المحليين على وجه التحديد. فخلال الشهور التي أعقبت زلزال فبراير 1976 المروع تزايدت المعونة الغذائية الأمريكية بصورة ملحوظة. كان الناس في مناطق الزلزال من الزراع الصغار في غالبيتهم، وكانوا قبل الزلزال مباشرة قد جنوا محاصيل استثنائية. أما في أعقاب الزلزال فكان ما يحتاجونه هو النقود للمساعدة في بناء منازلهم ومزارعهم، وللحصول على النقود كان على هؤلاء الزراع مثل الزراع في كل أنحاء العالم أن يخرجوا من الأنقاض ويبيعوا جزءا من مخزونهم من الذرة وغيرها من الحبوب. لكن التوزيع الواسع بلا تمييز للغذاء المجاني من الولايات المتحدة أساسا من خلال كير وخدمات الغوث الكاثوليكية ساهم في تخفيض أسعار الغذاء المنتج محليا. وحتى حين طلبت لجنة الطوارئ القومية بالحكومة الغواتيمالية من الوكالات التطوعية وقف جلب الغذاء إلى البلاد استمرت المعونة الغذائية في التدفق. وقدمت أوكسفام وكالة التنمية غير الحكومية الدولية قرضا خاصا لمنظمة زراع في منطقة تشيماليتينانغو التي أصابها الزلزال، وكان القرض يهدف بصراحة إلى محاولة إقرار الاستقرار في أسواق الغذاء التي ارتكبتها جزئيا الهبات الغذائية لكير وخدمات الغوث الكاثوليكية. واستخدمت التعاونية القرض لإقامة بنك للحبوب اشترى المحاصيل من الزراع بسعر أعلى من المستويات المنخفضة. وهكذا ساعدت الخطة زراع المنطقة على الحصول على النقود التي يحتاجونها لإعادة بناء حياتهم بثمن لا يجبرهم على معاناة خسارة قاسية. وطبقا لما ذكره المراقبون الذين تحدثنا معهم قدمت الخطة عنصر استقرار له مغزاه وزن تأثير المنح الغذائية. أما ويليام رودل الذي عمل مع تعاونية في هضاب غواتيمالا منذ عام 1971 ورونالد بانش الذي عمل مع التعاونيات الريفية في غواتيمالا من خلال جيران العالم وأوكسفام منذ عام 1968 فقد أخبرانا بأنه حتى حين كانت الحاجة ماسة إلى الغذاء خلال الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال وقبل أن يمكن استعادة الغذاء المخزون من بين الحطام كان يجب جلب الغذاء من مناطق غواتيمالا التي لم تتأثر بالزلزال، وكان يمكن لهذه المشتريات أن تمثل ازدهارا للزراع في تلك القرى. وعلاوة على ذلك كان من الممكن الإقلال من المشتريات من الريف بصورة أسهل حين يكون الزراع في القرى المتلقية لها قد أخرجوا محاصيلهم المخزونة. وقد علق بانش بقوله
لو كان الغواتيماليون قد أخذوا في إرسال القمح إلى الولايات المتحدة هذا العام باعتباره صيغتهم الخاصة من قانون 480 وأعطوه للمستهلكين الأمريكيين، لكان الزراع الأمريكيون قد صرخوا بأن ذلك قتل لهم. قد تقدم الكوارث التي تدمر المحاصيل موقفا مختلفا بعض الشيء، إلا أن القاعدة التي نستخلصها نحن هي أنه حتى في الطوارئ الحقيقية قصيرة الأجل يجب أن يتوجه الجهد إلى شراء غداء الغوث محليا بقدر الإمكان، ومن منتجين فلاحين تعتمد حياة عائلاتهم على بيع حبوبهم، وهي قاعدة صالحة على الأقل إذا كنا جادين في مساعدة المحتاجين. الغذاء كسلاح. إن الاستخدام السياسي والعسكري للمعونة الغذائية للولايات المتحدة ليس شيئا جديدا، ففي هذا القرن بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة وضع هيربرت هوفر الذي أصبح رئيسا تأييده لمساندة برنامج معونة غذائية لألمانيا لتجنب خطر أن يصوت الألمان الجائعون للاشتراكيين، وكذلك لحل مشكلة فائض الغذاء الأمريكي الناشئة عن الجهد الزراعي زمن الحرب. وفي عام 1943 أقامت 43 دولة ما أصبح وكالة الأمم المتحدة للغوث والتأهيل التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وذلك لمنح المعونة الغذائية لضحايا الحرب. وكانت المعونة مشروطة بالاستخدام كسلاح سياسي، وألا يجري تمييز في التوزيع لأسباب عنصرية أو دينية أو سياسية. ورغم هذا الشرط الواضح ذهبت المعونة الغذائية الأمريكية إلى القرى الفاشية في اليونان وإلى شيانغ كاي شيك في الصين، ولم تتلقى الهند أي مساعدة في أعقاب مجاعة عام 1943 الكبرى التي مات خلالها 4 ملايين هندي، ولا في مجاعة عام 1946-47، فالهند في ذلك الوقت لم تكن مؤهلة لتكون منطقة أمامية مناهضة للشيوعية طبقا لوزير الخارجية دين أتشيسون. وبعد الحرب العالمية الثانية تم إنفاق أكثر من ربع أموال الولايات المتحدة للمعونة الغذائية في إطار خطة ماريشال، وتدفقت كميات هائلة من القمح المباع بالأجل إلى إيطاليا وفرنسا لتساعد في منع الطبقة العاملة البائسة من التصويت ضد الرأسمالية. وقال ماريشال نفسه في ذلك الحين: الغذاء عامل حيوي في سياستنا الخارجية. وفي عام 1959 انتقد السيناتور هيوبرت هامفري أولئك الذين يريدون أن تكون المعونة الغذائية مجرد وسيلة للتخلص من الفائض، ورأى في الغذاء سلاحا سياسيا قويا. قيل لنا مرارا أن هذا صراع على نطاق العالم بين قوى الشر وقوى الاحترام، وجميعنا يعرف أننا منخرطون في الصراع على عقول الناس وعلى ولائهم. يوجد صراع بين أسلوبي حياة ونظامين من القيم، فقيمنا مختلفة عن قيم الشموليين. إذا كان هذا صراعا على نطاق العالم، فيبدو لي أننا سنريد أن نعبئ كل ما بإمكاننا من الطاقات حتى نكسبه. وفي عالم من العوز والجوع، هل يوجد ما هو أقوى من الغذاء والكساء؟ ولما كنا قد قيل لنا أن الصين وفيتنام الشمالية وكوريا الشمالية هي قوى الشر، كان من الطبيعي أن يذهب معظم معونتنا الغذائية إلى البلدان المجاورة الهند وفيتنام الجنوبية خلال حرب فيتنام وكمبوديا وكوريا الجنوبية وتايوان. وبحلول عام 1973 كان نحو نصف كل المعونة الغذائية الأمريكية يذهب إلى فيتنام الجنوبية وكمبوديا. وفيما بين عام 1968 وعام 1973 تلقت فيتنام الجنوبية وحدها 20 ضعف قيمة المعونة الغذائية التي تلقتها الدول الأفريقية الخمس الأشد تضررا بالجفاف خلال نفس الفترة.
كذلك يمكن أن يكون سحب المعونة الغذائية سلاحاً سياسياً قوياً، فقد قطعت المعونة عن الشيلي فجأة عندما انتخبت حكومة تهدد مصالح الشركات الأمريكية كما سنناقش فيما بعد، ولأن صانعي السياسة الأمريكيين يرون في المعونة الغذائية سلاحاً سياسياً، فإنهم لا يريدون المساهمة بالغذاء في الوكالات الدولية التي يكون استخدامه فيها أقل خضوعاً لسيطرتهم. ففي أكتوبر 74 نقلت الواشنطن بوست وثيقة حكومية غير منشورة هي جزء من الإعداد لمؤتمر الغذاء العالمي في الشهر التالي، وفيها تعارض الولايات المتحدة توسيع برنامج الغذاء العالمي، وهو برنامج للأمم المتحدة لمعاونة مناطق المجاعات. وتنص الوثيقة على أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة في السنوات الأخيرة على التأثير بصورة ملموسة في السياسات أو الإجراءات الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي أو بتوزيع المعونة على جهات معينة. ولا يبدو أن هناك ميزة للولايات المتحدة في تحديد دور أعظم وموارد أكبر لبرنامج الغذاء العالمي. واضح أن الإدارة لم تكن تريد أن تكون لها علاقة بمشروعات المعونة الغذائية التي لا تستطيع تشكيلها وفقا لهدفها. المعونة الغذائية باعتبارها القناع الأمثل. مع حلول عام 1973 ومع ازدهار المبيعات التجارية، انخفضت كمية المنتجات الزراعية المشحونة بموجب القانون 480 إلى 3.3 مليون طن، أي خمس مستوى منتصف الستينات. ولم تعد وزارة الزراعة بحاجة إلى القانون 480 للتخلص من الفوائد، لكن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية برئاسة كيسنجر كانا مستعدين لالتقاط هراوة المعونة الغذائية. كان الكونغرس قد بدأ يقاوم جهود الإدارة للاستمرار في تدعيم الأنظمة في فيتنام الجنوبية وكمبوديا، وكذلك لمساعدة الطغمة التشيلية التي تغفل حقوق الإنسان بصورة صارخة. ومن هنا قدم القانون 480 للإدارة أداة التمويل اللازمة للالتفاف على قيود الكونغرس. أولاً، كانت الإدارة واثقة من أنه سيكون من الصعب على الكونغرس أن يعارض زيادة نفقات المعونة الغذائية، حيث أن عديداً من الأمريكيين حسني الطوية يعتقدون أن المعونة الغذائية تعني إطعام الجياع. ثانياً، لا تخضع البرامج القطرية التي تنفذ بموجب القانون 480 لموافقة الكونغرس السنوية. فمثلاً في السنة المالية 1974 تقرر أن تتلقى كمبوديا 30 مليون دولار من المعونة الغذائية، لكنها تلقت في الحقيقة 194 مليوناً. علاوة على ذلك، فإن هيئة قروض السلع التي أنشئت في 1957 لتوسيع الأسواق للمنتجات الزراعية الأمريكية لها سلطتها الخاصة في تقديم القروض للمشتريات الزراعية للحكومات المفضلة، وهنا أيضا توجد مرونة. فخلال السنة المالية 1976 كانت المبيعات الفعلية بقروض هيئة قروض السلع صفعت الكمية المدرجة في الميزانية، كل هذا منح الإدارة مجالا ملحوظا للحرية. ثالثا، يمكن للمعونة الغذائية أن تتحول بسهولة، لكن في تكتم إلى مساندة مباشرة للجهود العسكرية الخارجية. فالغذاء يمكن أن يباع محلياً بواسطة الحكومات الأجنبية، وبذلك يدر الأموال للميزانية العسكرية لتلك الحكومات، وفي حالة بلدان معينة لا تطالب الإدارة بسداد دين المعونة الغذائية، وترخص ببساطة للحكومة المتلقية باستخدام عائدات إعادة بيع الغذاء كمنحة للدفاع المشترك. وفي أكتوبر 1973 سمحت اتفاقية وقعت مع فيتنام الجنوبية بأن تذهب كل عوائد حكومة سايغون من مبيعات القانون 480 إلى الميزانية العسكرية.
وفي كمبوديا كان الرقم يمثل 80% من مبيعات المعونة الغذائية. وفي عام 1975 تم إنفاق 6 مليار دولار بالعملة المحلية ناتجة عن بيع غداء القانون 480 في الأغراض العسكرية، أكثر من ثلثها في كوريا الجنوبية وفيتنام الجنوبية. وقد بيّنت دراسة أنه في عام 1965 استخدمت نسبة تفوق 85% من أموال إعادة البيع في كوريا الجنوبية للأغراض العسكرية. هذه الحقائق الثلاث تجعل الغداء أداة سهلة الاستخدام في الحقيقة. ففي السنة المالية 1974 على سبيل المثال، اقتطع الكونغرس أكثر من 20% من المعونة الاقتصادية التي طلبتها الإدارة الهندية الصينية، ولكن البيت الأبيض لم يكترث، فزاد لأكثر من الضعف نصيب فيتنام الجنوبية وكمبوديا من القانون 480 ليصبح 499 مليون دولار، معطيا هذين البلدين نصف كل القروض الغذائية ذلك العام. وقد سجل صحفي أمريكي في كمبوديا أن معسكرا للاجئين كان 70% من أطفاله جائعين، بينما تباع بالقرب منهم أكياس المعونة الغذائية لدفع مرتبات الجنود. أما بالنسبة للسنة المالية 1975 فقد أدرجت الإدارة مرة أخرى نصف كل قروض القانون 480 لفيتنام الجنوبية وكمبوديا. وعلى ضوء الصورة المتنامية لأمريكا باعتبارها غير مبالية بمحنة الجياع، حاول الكونغرس أن يوازن القصد العسكري والسياسي الواضح للمعونة الغذائية الأمريكية ببعض الاهتمام بالجائعين، فأجاز تعديلا يشترط أن يذهب 70% من المعونة الغذائية إلى البلدان الواردة في قائمة الأمم المتحدة للبلدان الأشد تضررا. وقامت الإدارة في سبيل منح كمية المساندة العسكرية التي أرادتها لكمبوديا وفيتنام ولإظهار ثقتها بنظم قمعية أخرى في تشيلي وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط، قامت بمجرد زيادة إجمالي كمية المعونة الغذائية المتاحة. عندئذ أمكنها مساندة زبائنها من الأنظمة، وفي نفس الوقت ظلت في إطار القانون الجديد الذي يشترط أن يذهب 70% من معونتنا الغذائية إلى أشد البلدان احتياجا، زاعمة أنها قد استجابت بكرم لمطالب الإنسانيين بزيادة المعونة الغذائية من 1 مليار إلى 1.6 مليار دولار. وفي عام 1975 وضع الكونغرس احتجاجا على سياسات الطغمة العسكرية القمعية حدا مقداره 26 مليون دولار على المعونة الاقتصادية للشيلي، ما زال ثاني أكبر كمية تمنحها الولايات المتحدة لأي بلد في أمريكا اللاتينية. وقطع المعونة العسكرية تماما. كان كل ذلك لا يعني الكثير، فمع نهاية السنة كان نصيب الشيلي من المعونة الغذائية قد تجاوز 60 مليون دولار. إننا لا نزعم أننا نملك كل الإجابات بشأن المعونة الغذائية، إلا أن بعض النقاط قد أصبحت واضحة. أولا، لابد أن يعرف الجياع أن مانحي الغداء الغربيين لا يمكن أبدا أن يكونوا مصدرا للأمن الغذائي. وفي الحقيقة فإن الأمن الغذائي ليس شيئا يمكن أن يعطى حتى من حكومة أجنبية حسنة النية، والأفضل أن تفترض البلدان المتخلفة أن الحكومات الغربية ستستخدم فوائدها الغذائية للمساعدة على توسيع أسواقها التجارية، ولمساعدة تغلغل الشركات الزراعية، ولمساندة نفس الأنظمة التي تعمل في تعارض مباشر مع السياسات التي يمكن أن تمكن الجوع من تحرير أنفسهم من الجوع. ولكن شيء آخر بمثابة مفاجأة سعيدة. ثانيا، لابد أن لا يعتقد المواطنون المهتمون أن المعونة هي طريقة لمساعدة الجياع، فالتركيز على موضوع المعونة الخارجية، كم تكون وأي معيار يجب استخدامه، يصرف الانتباه عن عملية خلق الجوع ويجعلنا ننسى أن التأثير الساحق للغرب على قدرة الناس على أن يصبحوا معتمدين على أنفسهم غذائيا
لا يأتي من خلال المعونة بل من خلال تغلغل الغرب عسكريا واقتصاديا ومن خلال الشركات في بلدانهم. تم الكتاب بفضل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.